عايزك على الحوار على جنب كده ساعة صباح إذنك. خير إن شاء الله. حالتك بتصبح صديقي العزيز من جاوي، ماذا تريد وعمت صباحا قبل كل شيء؟ عاوز عمود وسلخة ساكس. صحقا لك، أتريد عمود وسلخة؟ وما فائدة السلخة بجانب العمود؟ عشان نستكيف الاصطباحة يعني يا ساكس. الاصطباحة، الاصطباحة بالنسبة لك أمر غاية في الأهمية ومفيدة جدا بالنسبة في مثل هذه الأيام. طبعا، بس اوعى تكون لايحة ولا فيستك. صديقي، أتقول هذا للساكس؟ تسلم إيدك. ماذا تريد مني ثانية يا صديقي العزيز؟ تسلم كده يا عناب قوي يا صاحبي. شقي شقي وأخويا، شقي وأخويا بالزمان. أنت أقصر من أخي. حبيبي، أقف عندك يا ساكس. إنني لم أتحرك قط سيدي الضابط. فتشوه. لن تجدوا شيئا. لن تجدوا شيئا. وعهد الله يا باشا اللي بقتلته، والله العظيم ثلاثة اللي بريء، هو اللي انتحر يا باشا. أنت بتقول إيه؟ أنت شايف حاجة ولا إيه؟ يا باشا طب والمصحف ما سرقتوش، أنا دخلت الشقة، لقيت الخزنة مفتوحة وهو اللي انتحر. سيدي الضابط، من الممكن أن أتحدث إليك بضعة من الوقت؟ في هذه الشقة يسكن تاجر مخدرات مشهور جدا، وهو أيضا يقوم بتخبئة المخدرات في تلك الشقة، في هذه البلكونة. إذا أردت أن تقبض عليه فلا مانع عندي. الله يخرب بيت اهلك يا ساكس، تخيل لي يالا. اقول لك على حاجه يا باشا، الراجل ده عمته فاتحه شقه على مؤوسهم كده ومدوراها، ومعاها زنيه مشاوير وصناعه حركات وتيسير رايح جاي. منك لله يا ساكس، فعلا الدنيا اللي بلاش عايزه الصحافه اجازه. لن يصدقك سيد الضابط، لقد تم القبض على عمتي منذ 5 سنوات وانت من قمت بالقبض عليها. خش يا تو كده يا ساكس كده، ده انا سعيد بتجول اشتكت منه القهاوي يا ساكس، وده خالي عمرو برشام ان شاء الله ربنا هيجيبه بالسلامه. منك لله يا ساكس، اشوف بيك يوم يا اخي، حرام عليك يا ساكس. لقد تم القبض على الخال. سيب ده وخد ده، خد ده ده ده. منك لله يا ساكس. جت سليمه المره دي، ولو ان الاخباريه كانت عليك. سيد الضابط، الساكس في خدمه الحكومه والشعب وجميع المواطنين. انت بتتكلم كده ليه؟ ما تتكلم زينا يعني. لقد ولدتني امي في شارع جامعه الدول العربيه بجوار فرغلي، ومنذ ذلك الحين وانا اتحدث تلك اللغه واحبها واجيدها واعتز بها ايضا. لا انت ربنا معاك بقى. سوف افتقدك ايها الخال، سوف افتقدك يا منجاوي، حبيبي يا منجاوي. من هذه السحنه القادمه علي؟ ما تلك هذه السحنة التي تتقدم إلي؟ صديقي زين، سبع الليل، شرفت يا زين، شرفت يا زين. زي ما أنت يا صاحبي. صديقي عايزك في المهم. السلام عليكم عم زين. ازيك عم زين؟ خنو عامل ايه؟ وايه الأخبار يا ريس؟ ازيك يا خنو؟ ازيك عم ساكس؟ خنو هو من قام بالتبليغ عني. مالك يا جدع في ايه؟ القبض علي؟ مالك يا جدع في ايه؟ انت هتقلب فيها ريتشارد قلب الاسد؟ مش احنا متفقين على كده؟ متفقين على كده؟ اي نعم. انت متفق تبلغ عنه؟ اي نعم. حتى بعد ان يتم القبض علي ندخل نحن ونسرق هذه الشقه. هو ده الكلام. مملوءه بالخيرات. زي ما انت خن. بقول لكم ايه؟ انا عايزكم معايا في مهمه. امرك يا رئاسه. اذا فلنذهب الى هناك، سوف نقتص منها اشياء ثمينه. وحشتوني يا ولاد الايه؟ حبيبي عم زين. هيا بنا الى الجحيم. هيا بنا. تبا لكم. هو يعني انت في شهر يا باشا النبع؟ السلام عليكم. وعليكم. هو فين الدكتور لو سمحت؟ الدكتور فين؟ انت بتكلم فن تكييف يا عم انت ولا ايه؟ لا مؤاخذة يا سيدي. لا عيب عليك. يا عم عيب عليك. اسمعني تعبان بس ومحتاج اخد الفانة دي ضروري. فين دي؟ قصة البنطلون والضير يا فندم. قصة البنطلون والضير. طب حضرتك بتعرف تدي حقن؟ طيب استغفر الله العظيم يا رب، انت من ساعة ما دخلت يا عم انت عمال تنقط في الغلط. لا اله الا الله. لا مؤاخذة، انت فاكر نفسك بتكلم فن التكييف ولا ايه؟ لا مؤاخذة يا عم. تصدق عيب عليك يا عم، عيب عليك. ماشي استناني هنا اخرج اجيب السرنجة واجي. ماشي يا فندم. يا عم مفيش بتخر دم. انت بتعرف تدي حقن ولا انت فني التكييف انت ولا انت ايه؟ يا عم عيب عليك، عيب عليك. هات الحقنه بس. امسك يا صاحبي اديني الحقنه بسرعه. طب هات حقنه. طيب عندك واحده تحت. هات ايه؟
خد. يلا يا عم. يا سيدي لحظة. على ان اما شكلك فني تكييف. يا عم انت شايفني بلعب لحظة يا عم. حبيبي. طب ما تسلس البنطلون وتتضايق. يلا يا ظريف. حاضر. تسلم ايدك يا صاحبي. العفو. تسلم ايدك يابا. وعدي مين ده؟ لا لا الا الله. وتشبيكه ال10 دول اللي تقعد لازم اعمل معاك الصح واعمل معاك احلى واجب. ربنا يخليك يا سيدي. امسك يا صاحبي. ايه ده؟ ده الهلال الاحمر يا فندم. برشامتي الهلال الاحمر. هلال ايه يا فندم؟ الصليب الاحمر. صليب ايه يا فندم؟ تبع الاحرار ولا ايه؟ ده من الظرفاء خفيف. طب يا سيدي انت فاكر نفسك بتكلم فني تكييف ولا ايه؟ مؤاخذه يا سيدي. امسك يابا. لا شكرا يا فندم. يا عمي في ايه واحد؟ يا سيدي ما باخدوش شغل. لا اله الا الله. طب مش عشانك عشان رشا. رشا مين؟ وكمان بتجيب سيره رشا على لسانك. ما تحترم نفسك يا عم انت. يا سيدي لا مؤاخذه. طب امسك خلص يا سيدي. مسكنا. انت فاكر انت فاكرني فن التكييف ولا ايه يا عم؟ خد منه 3 مرات في اليوم. بتعمل ايه يا ليف؟ الواد ده الدكتور جاي يبيع لي الست رمضان. ايه ده؟ عمال اقول له ما ينفعش يا عم ما ينفعش. عمال يقول له عشان راسه. راسه مين يا عم انت؟ انت بتقول اي اللي قال لي؟ تعالى لي بقى انت كده. ايه ده؟ ايه يا فندم؟ الدكتور وصفه لي يا فندم. قال وايه دي كمان؟ مش انت الدكتور كتبها لي؟ دو ايه؟ دكتور. مفيش دكتور. مفيش غير هما 3 دكاترة. مجدي يعقوب سيبته ياكل عيش. والدكتور ربيع في الكبير قوي والعبد لله. ماشي. الدكتور ايه؟ الدكتور حورس. حورس. الدكتور ايه؟ دكتور حورس. قول ورايا تاني. حورس. ايه؟ حورس. برافو عليك. ماشي يا سيدي. اتكل على الله. انت بقى تعالى لي بقى انت كده. ايه يا ريفو؟ تصدق يعني انت يا دكتور بتقل منه قدام الشبع بتاع الترامادول؟ تصدق عيب عليك؟ بص يا ريفو، انا من ساعه ما اتخرجت من معهد لاسلكي قالوا لي يا ده انت نبذه. قالوا لي ايه؟ بذره. نبذه. نبذه. قول تاني ورايا. قالوا لي ايه؟ نبذه. برافو عليك. علشان كده مش هتتمخمض. عشان كده مش هتت ايه؟ مخمض. مش هتتمخمض. اعمل اللي انا عايزه واشتغل في اللي انا عايزه. فاهم؟ فاهم. فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم. وبعدين يا ريفو، يا ريفو لما يجي لك حد يا حبيبي يبقى معاه ايه؟ يبقى معاه اوشيتا. معاه ايه؟ اوشيتا. اوشيتا. ما بتعرفش انجليزي ياض ولا ايه؟ اوشيتا. وشت. قول ورايا. اوشيتا. 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 طيب شاطر يا حبيبي. تروح بقى لحد بيتكم وتقعد تحفظ ده. تقول ورايا. اوشيتا. 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 قول هنا عادي. اوشيتا. وسبعة. اوشيتا. صديقي ريفو، ماذا بك يا صديقي؟ الحقنا يا ريس. نار ابيض يا رجاله. ازيك يا ريفو؟ الريس زين. عم الساكس. الله يا عم خنه. ده كريم. نار ابيض يا رجاله. فلتصمت قليلا. السيد زين يرودنا معه في مهمه خاصه. قادم ام الدور القادم؟ يعني انا عمال اقول لك نار ابيض ونار فل وانت تقول لي قادم ولا مش قادم؟ صدق عيب عليك. قادم. قادم وش؟ حبيبي. حبيبي. اذا فلنذهب الى صديق العزيز الذي لن استغنى عنه ابدا، المترجم الخاص لي الرونز. يوه بقول لك ايه يا عم ساكس، الواد ده خانقني وانا ما بحبوش. بلاش الله يكرمك. بس بقول لك ايه، شربات. انت شايف كده؟ وش. ماشي. بس عيل خنيق. ايه يا عم خن، انت عملته لي ايه؟ راح الجزيره وجه. يا عم انت عارف ده عايز يجيب مين؟ مين؟ هدوس بنزين، عايز يجيب الرونز. لا ما يجيش يا ريس. فلنصمت قليلا. تكلم صديقي زي. خلاص بقى خنه. نجيبه معانا بقى وخلاص. خلاص عشان خاطر الريس. بس عيل خنيق. بس شربات. انت شايف كده؟ وش. ماشي. وانزل يا جميل في الساحة واتمشى كده بالراحة. أنا قد عينيك مع إني نظرة عينيك تفاح. حبيبي. إيه يا عم اتأخرت ليه يا عم؟ اتفضل يا عم. إيه؟ مفيش، بس المحور كان واقف. آه معلش. هجهزت العود ولا إيه؟ يا حبيبي بص أهم عقد. امسك كده دي الأول. إيه البتاع ده؟ معرفش والله. واحد أبيض وواحد أبيض، تختار إيه؟ الابيض طبعا. يا لعيب يا خبيث والله. كنت عارف ان انت هتعمل كده. خبيث يا ولد. امسك كده اتفضل. املأ هدي الاول عشان تعرف. انت اللي بتاع اللي مش عارفينه ده. اهو امضي ولا ابصر؟ والله على حسب انت تعليمك ايه. يبقى امضي احسن. تبقى في سنه ثالثه. عبده الرخم. حبيبي يا رخم. ماشي يا رخم. فين المفتاح بقى؟ مفتاح ايه؟ مفتاح شقه. لا يا حبيبي الفلوس. عايز تضحك عليا يا خبيث مش عليا انا يا بابا. لا لا خبيث ولا جمعه. انت المره اللي فاتت خدت فلوس تاخد مني تاني ولا ايه؟ يا لئيم ما بتنساش حاجه ابدا. لا بص هو واحد بس يعني. حلال عليك والله. ربنا يكرمك. تسلم. ها الشقه فين بقى؟ بص هنا هو في الدور الثالث. هنا هو في الدور الثالث. هنا في الشقه 5. ماشي. بص قول لي بقى ام محمد تجيب. يلا. نظرة عينيك ده والله عايز. صباح الفل. اهلا اهلا وسهلا يا حبيبي. اتفضل يا بابا. بركة ايه؟ عايز شقه يومين بس. يومين بس حبيبي. بص بص هم يومين وانت معايا عقدين ما شاء الله. في واحد ابيض وواحد ابيض. تاخد ايه؟ هاخد العقد الابيض طبعا. خبيث برضو؟ خبيث؟
بص كده، انت تمسك ده كده وتمضي لي على العقد ده. بس انا ببصم حبيبي، سهله ومش مستاهله ايدك. يلا يا بابا تمضي لي هنا. ايه يا عم العقد اللي ما مضى عليه قبل كده يا عم؟ حبيبي سهله ومش مستاهله كده، يبقى مش ممكن. ايوه زي الفل. عبد الرخم حبيبي يا رخم، والله اي حاجه. بص اللي يطلع مني يعني، والله انت مرزق. بص انت لسه قابض؟ اه اتفضل يا معلم. طب خلي والله اي حاجه اللي هيقول لهم عم الركبه فكر انسى بيسلم عليك حبيبي. ربنا يكرمك يا رب. مفتاح يا باشا. مفتاح ايه؟ مفتاح الشقه. خبيث برضو ما تنساش اي حاجه يا حبيب قلبي. مفتاح هو واحد برضو، والله ربنا يكرمك. فين بقى؟ ايه ايه الشقه؟ شايف ايه الشقه اللي لسه كده؟ شقه خبيث برضو. خبيث يا سلام. بص هنا هو برضو في الدور الثاني. هنا كده؟ اه في الدور الثالث. ماشي يا نت. سلام عليكم محمد بقى. تقول لها محدش هيقوله محمد حاجة. مالك طالع في عينيك يا راجل يا نصاب؟ في ايه في ايه؟ يا حرامي، حرامي يا بتاع التلات ورقات. تلات ورقات ايه بس؟ بيدخلني شقة مليانة ده عرض. بعرض على الفن اخش جوه يا مسيد. يا راجل يا ابن يا جدعان الراجل ده نصاب وحرام حاجة. يا مسيد يا مسيد العين يا مسيد. خلاص بل ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ ماذا بكم يا رجال؟ عايزين يا رجاله؟ هتريدون ضرب الرنس؟ انت عايزين تعوروه؟ صديق اللي هو صاحبه السكس. يا جدعان ده عيل رخم، انا قلتها من الاول ومش عايزه يجي معانا. بس بقول لك ايه، شربان انت شايف كده؟ وش ماشي يا رنس. هذا زين صديق المخلص والوحيد. زين انا كان نفسي اشوفك من زمان قوي يا عم زين. تعرف اي حاجه عايزها هنا في شقه تاجير؟ بص يا رونس يا رونس تمهل. هذا زين ليس له اي علاقه بما تتحدث. اه صاحب بيت يعني وكده. يا جدعان قلت لكم ده عيل رخم، انا مش عايزه يجي هنا. بس بقول لك ايه، شربان انت شايف كده؟ وش ماشي. بقول لك ايه يا رونس، ايه انت هتيجي معانا كده؟ ها هاجي معاكم كده واسرع بقى وما تضربش ولا تمسك. يا انا حبيتك قوي يا عم زين. حافظ يا على كلامك كده اسمه الريس زين. ما انا قلت زين. هو بيتكلم كده ليه يا ساكس؟ يا ريس اصله بيترجم له. بيترجم له؟ اه. طب بقول لكم ايه بقى، انا عايزكم معايا في مأموريه، مأموريه خاصه ميشن. معاك يا ريس. ميشن ميشن. هتيجوا معايا؟ هتشرفوني؟ ترفعوا رقبتي؟ متقلقش يا ريس. متقلقش يا ريس زي الفل. مأموريه صعبه مش سهله حبيب قلبي. هيا بينا الى الجحيم. هيا بينا. فلنذهب الى الزحيم. يلا نروح للزحيم. يا مرنجي
اتفضلي. يعني انت شايف كده؟ صدقيني يا امل ما ينفعش غير كده. نهدى شويه بعدين يا ستي تعالي نجرب نبعد مره من غير خناق، مش يمكن لما نقعد ونفكر بهدوء نلاقي حل؟ انت عارف انا وافقت ليه؟ ليه؟ عشان الظروف الهباب اللي انت فيها انت واهلك. خليك جنب اختك، هي زمانها محتاجه لك دلوقتي. وتعلمه حاجه بقى، ابوك مرمط الواد طلبات، ده انا ابويا ما عملش ربع اللي هو عمله، ولا امك اللي طالعه لي باختك السما على ايه ما اعرفش. امال ملوش لزوم تجيب سيره اهلي وخصوصا جان. وبعدين يا امال انا مش قادر اتكلم. هو انا نطقت؟ يلا يا ابني ادم هات بوسه. اكلمكم كل يوم. ماشي يا امجد. بس عارف يا امجد لو انا اكتشفت ان انت بتوزعني من البيت علشان تهنكر هعمل فيك ايه؟ هنكر ووزعك ايه يا امال؟ يلا يلا يا امال. ماشي ماشي. فين مراتك وآدم؟ السلطانة عند أبوها. أنا عايز أشوف آدم. حاضر شوية بس كده وهجيبه لك. خليك قاعد مع أختك، أنا هقوم أعمل لها حاجة تاكلها وآجي. إيه بقى؟ زعلانة؟ مش عارفة. مش مهم. فاكرة زمان لما زوغت من المدرسة؟ وأول ما بابا قفشني قعدت أكدب عليه. أصل بطني كانت وجعاني أوي يا بابا وجريت على البيت. عكسك خالص. لما ما رضيتيش تروحي المدرسة وقفتي وقلتيها أنا مش رايحة المدرسة النهاردة. كان عندك، والله ما فاكر كان عندك إيه. المهم كان عندي عيد ميلاد هديل. المهم إنك واجهتي بابا. ما كذبتيش زيي. طول عمرك كده ناشفه. انت فاهمه انا عايز اقول لك ايه؟ صح ها؟ جيف انت وادم احلى حاجه في حياتي. أنا أيقنت إن أنت حد غريب جدا، مفيش حد أبدا يعمل كده. يا إنجي الكلام ده مش فاهم يعني تقصدي إيه؟ لا يعني أنا أعرف إن اللي يتقرب لربنا ده أو يقرر إن هو يتدين يعتكف يصلي فرض بفرضه يقعد يسمع دروس دين في الجامع، لكن أنت ما عملتش كده، أنت سبت كل الدنيا وبطلت تكلم كل الناس وقعدت قدام التلفزيون تتفرج على دروس دين وعلى الكمبيوتر، حتى الشغل ما رحتوش. على فكرة أنت خدت إجازة من حياتك، أنت ما خدتش قرار ولا حاجة. الموضوع مش محتاج قرارات يا انجي، دي حياتي وانا حبيبها كده. انت تضحك على نفسك؟ حياه ايه دي؟ هو قرب لربنا ده مش حياه؟ قربك لربنا ده شكلي مش من جواك. اللي عايز يتقرب لربنا ده يقرب،
وحياته ماشيه برضو ما بتقفش، بالعكس ده حياته تمشي طبيعيه اكتر بس بالتزام. انت للاسف حاولت موضوع الدين ده لوسيله عشان تقرب بيها لمراتك، ومراتك عملت زيك كمان. وانت يعني كنت دخلتي جوه قلبي وشفتي فيه ايه؟ سيف انا لو ما اعرفكش ما كنتش رديت اقابلك النهارده، ده انت اول حاجه عملتها انك بطلت تكلمني وكان انا محور الشر. ده انا اللي قلت لك تروح مع فوزي وتسمع، بس انت اتصرفت بمنتهى العشوائيه. يا صاحبي انت اخترت اقصر طريق انك تزهق من الحياه المظبوطه اللي انت ماشي فيها. خلاص يا انجي خلاص، اقفل على الموضوع ده، مش عايز اتكلم فيه تاني. ما هو كفايه كلام في الموضوع ده، انت جيت لي النهارده؟ جيت اتكلم معاكي. اتكلم معايا في ايه؟ جاي عشان ايه؟ عشان اطبطب عليك ولا عشان ابارك لك؟ ابارك لك على الدقن ان شاء الله هتربيها، ولا على الحجاب اللي المدام اتحجبته، ولا على التلفزيون والكمبيوتر اللي قاعد تشجع فيهم عمرو خالد ومصطفى حسني 24 ساعه، ولا على انك بطلت تكلمني عشان انا اله الشر؟ راجل راجل حرام عليك بقى تقل. انجي انا غلطانه، انا جيت اساسا، انا همشي. لا تمشيش، عايزك في موضوع مهم قوي. تعالي يا جنى عادي وسطينا. هنا عامله ايه يا حبيبتي؟ كويسه. مالكم؟ في ايه؟ مفيش. احنا مفيش. مهم انت، احنا كل اللي عايزينه منك بس انك ما تفكريش في اللي حصل خالص. لا لا انا تمام، انا تمام جدا على فكره. عارفين النهارده الواد امجد فكرني بحاجه انا كنت ناسيها خالص. ايه؟ فاكرين لما هربنا من المدرسه علشان نعمل عيد ميلاد هديل الصبح؟ ده كان يوم منيل ب60 ميله. كنت واخده جيبه تانيه معايا. لا يا حبيبتي كنت لابسه الجيبه القصيره تحت جيبه المدرسه، ولا انت تستهبلي؟ مش احسن من اللي كانت برمى الجيبه بتاعتها من فوق علشان تقصر من تحت؟ يخرب بيت غلاسه ذاكرتك. لا والبت هديل، البت هديل جت قالت لي انا حاجزه في الديسكوتيك ده علشان بيفتح بالنهار، وانا مسيطره اخر سيطره. وانا اقول لها يا بنتي يا بنتي ده مكان مشبوه، تقولي مشبوه ايه؟ مالكيش دعوه انت. لا واحنا داخلين متزوقين بقى وقعدنا نرقص ونهيص، واول ما جه نلف التورتايه البوكس دخل علينا بظهره. وانا كنت فاكره لو انت جاي احتفل معانا اتاري جاي وانا خروج بره. والبت هديل اصرت تاخد التورتايه معاها. مسكت التورتايه والشمع مولع فيها وقعدت تجري تجري. اللي يمشي وراها يروح في داهيه والله. ايه يا ساره ده؟ مش ده اليوم اللي انت اتكسر فيه رجليكي؟ ايوه هو ده اليوم، وخدنا التورته معانا العياده وطفينا الشمع وانا في الكبس. وحشتني قوي. ما تشوفيش وحش. انت كويس؟ انا جعانه. جعانه. تيجوا ناكل بره؟ تيجوا؟ يلا تعالي. ماشي بس على شرط ناكل على عربية فول. انتي ما بتاكليش فول؟ مالك؟ باكل عادي. ناكل فول اوكي؟ ناكل فول. ناكل فول ماشي. بس فين بقى؟ عربية فول. فين فين؟ انهي عربية؟ مع العربيات كتير. انا كان اكلك فول وما لا قدامي اهو هقراه. اوكي يلا باي. شفت الواتساب؟ ايه الوساخه والقذاره دي؟ مش ممكن يعني، ده انت كنت مراته. في ناس بتعمل كده. بس على فكره انجي، انت لا وشك ولا صوتك باين في الفيلم. انجي هو عنده نسخ تانية بوشي. طب انت اتاكدتي ان هو حط الفيلم ده على الانترنت ولا لا؟ لا ما عملش ابلود للفيديو لسه. طب هتعملي ايه؟ لا حاجه، هو عايزني اعمل ريبورتاج عن نجاحاته وانجازاته على اساس يعني ان مش هو اللي انا اتكلمت عنه في المقاله اللي فاتت. طب ما خلاص اذا كان ده هيحل الموضوع اعملي كده. لا لا يمكن اعمل كده. لا يمكن ان انا اخليه ذليلني بالقرف اللي معاه ده. لا يمكن احط رقبتي تحت دراعه. امال عايز تعملي ايه؟ مش عارفه اعمل ايه. بفكر. بفكر انت معايا برضو. هفكر بس على فكره الموضوع صعب جدا. انا مش مصدق ازاي واحد يعمل كده مع مراته وصورها. بانهي منطق ده؟ حيوان، حته حيوان.
عندوش اي مانع ان هو يتاجر باي حاجه في الدنيا حتى لو شرف مراته. ده كان مصاحب مرات انتيمو شريكه. بقولك ايه، تحبي نروح بيته وندور على السي دي ده وناخده؟ مش هينفع، اكيد عامل نسخ كتير وحاططها في اماكن مختلفه. طب وايه الحل؟ مش عارفه يا سيف، مش عارفه ايه الحل، بس اكيد في حل. ادم بيأذن، هتتفرج عليه في التلفزيون بقى ولا هتقوم تصلي؟ لا هقوم اصلي. ادي الحاجات دي لابونا وخليه يحدد معاه ميعاد عشان نروح البيت ناخد عفش البنت. حاضر. تروح له تخليه يبعت اي فتله موجوده تخص جان، ولا بقول لك روح هات كل الحاجات انت بنفسك. حاضر يا بابا، هروح انا. حاضر. ابنك ومراتك فين؟ عند باباها. متخانقين كالمعتاد. عند باباها عادي يعني، مش لازم يكون في خناقه. هو ده العادي بتاعكم. بابا ابوس ايدك، انا على اخري. انا ماشي. وهو ذنبه ايه؟ بيتكلموا كده ليه؟ ذنبه ولا ما ذنبوش؟ ما هو منيل هو راخر. انا بس عملت ايه يا ربي علشان اتعاقب العقاب ده كله؟ معلش، هي كانت تجربه قاسيه علينا. بنت اتذبحت قدامي وانا مش قادر اعمل لها اي حاجه وانا واقف مشلول. انا السبب في ان انا خليتها بقت انانيه. لا هي مش انانيه، هي كانت كتيره عليه. هو اللي عنده عقده نقص، ربنا ينتقم منه. ولو سمحت ما تكلمنيش بقى كده لان انا كمان مش مستحمله. حاضر. طيب الفلفل الاخضر حامي تحفه. حبي انت الفلفل. يا بنتي ما تاكلي، مالك قاعده كده ليه؟ لا انا ماليش نفس. الفول تحفه يا جان، لازم تدوقيه. مش عايزه، كله انتم. طب تحبين نتمشى شويه؟ نعم خلصوا اكلكم وانا استناكم في العربيه، انا عايزه اروح انام. دي اتجننت، شكلها مش طبيعي خالص. لا طبعا طبيعي جدا، البنت مصدومه. وبعدين انت يا ايه، مش لازم خالص تتكلمي معاها في الموضوع ولا حتى تلمحي، واضح قوي انها مش عايزه تتكلم. يا بنتي انا عايزاها تزعق، تصوت، تصرخ، تعيط، تطلع اللي جواها. اللي هي فيه ده مش كويس. ايوه بس واضح انها مش عايزه تتكلم. ممكن نمشي عشان سايبينها لوحدها في العربيه؟ طب الفول مكاني كانت طالبه تاكل فول. فول حلو قوي. انا هروح لها حاسبه انتوا. لا استني بس عشان اصلا ما اظنش ان معايا. بصي انا ما معيش فلوس، حاسبه انتوا. ده ولاد اللذينه، ده دول بخلة زبالة، ده انا مش فاهمه، انا ما معيش فلوس اتضرب من الراجل بتاع الفول. طب يلا نتسحب. أول مرة أعملها. أمجد إزيك؟ مين؟ إزيك أنت؟ أنا الحمد لله. أختك عاملة إيه؟ تعرفتي؟ أيوة عرفت. منين؟ طمني بس عليها الأول وبعدين أقولك عرفت منين. هي كويسة يعني كده متماسكة؟ بصراحة الله يكون في عونها بجد. موقف صعب. موقف صعب قوي، انا مش قادره اتخيل انا لو كنت مكانها كنت ممكن اعمل ايه. الفكره يعني يا دين، جان ما كانش بتحبه زي ما انت فاهمه يعني عادي. هي الفكره مش ان هي تحبه ولا ما تحبوش، الفكره ان هي عروسه وكله باظ قدام الناس. انت بتعملي ايه عندنا؟ انا مستنيه بيتر، فاكره؟ بيتر؟ بيتر بيتر مكرم؟ ايوه بيتر. ليه؟ هنحجز الكنيسه، هنتجوز. مبروك. الله يبارك فيك. بص انا مش هضحك عليك، هو الوحيد اللي ظروفه مناسبه لظروفي. يعني انا ارمله وهو لسه واخد بطلان، زي ما تقول كده متوافقين. هو بقى اللي قالك على موضوع جان؟
ايوه. وهو عارف منين؟ ما كانش موجود يوميها. الكنيسه كلها عرفت يا امجد. يعني ايه الكنيسه كلها عرفت؟ فيها ايه؟ هي جان عملت حاجه غلط يعني؟ طب انا عايز حد يفتح بقه هنا عليه. اهدى يا امجد اهدى، الناس ما وراهاش حاجه غير انها تتكلم. في ايه يا امجد؟ برضه ما حدش يجي بسيره اختي. خلاص يا سيدي انا اسفه. تمام، حصل خير. بيتر ازيك؟ ازيك؟ مبروك. الله يبارك فيك، انت كويس؟ جدا، انا كويس. طيب ربنا معاكو. معاكو. اتأخرت عليكي؟ شوية كتير. طب يلا بينا؟ يلا. ايه يا هبة، هتفضلي قاعدة مبوزة كده كتير؟ زعلانة عليها قوي. عادي يا هبة، ما انتي عارفة كل واحد بياخد نصيبه. أكيد. المهم احنا بقالنا فترة موقفين شغل، احنا ايه أخبار المصنع؟ عايزة أقعد مع بابا وأتكلم معاه. وأنا كده كده هعرفك عليه. ما هتعرفيني على بابا ليه يعني؟ عشان اقوله انك هتدخل معايا في المصنع وبنسبة هتاخدها من الشغل. طيب و يعني ولو عاوز تتكلم معايا في حاجة تانية ملهاش أي دعوة بالشغل. هبة أنا شكلي كده بحبك. افتحي يا ديل، بقول لك افتحي. مش فاتح، وروح نام في الاوضه الثانيه. انام في الاوضه الثانيه ليه؟ والله يا ديل افرجك. وريني يا سيف، نقلك ادخن حيطه بره واخبط دماغك فيها. ما تجننينيش، افتحي. اتجنن. والله يا ديل ما بقاش راجل لما كنت اتجوز عليكي. طب فكر تعملها كده يا سيف وانا هفجر فيك. طب هاتي لي فلوس من الدولاب. والله حد قالك عليا ان انا هبلة كده؟ ماشي. الو يا محسن، انت فين؟ انا جاي لك دلوقتي. سلام. محسن، محسن ده خطر ولا ايه؟ إذن فهي الحرب. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي اسمحوا لي اشرح لكم الخطه. دلوقتي احب اعرفكم على فرقه الخمس تسعات اللي هتنفذ المهمه دي. بس قبل ما اعرفكم احب اقول لكم نبذه صغيره عن الفرقه واعمالها داخل مصر وخارجها. فاكرين كابل الانترنت اللي اتقطع قدام اسكندريه؟ ده تنفيذ الفرقه. فاكرين سنه 1992 لما حصل الزلزال؟ ايه هما اللي عملوه ولا ايه؟ هنهرج ولا ايه؟ فتحي! حاضر. لا، كل حوادث السرقه اللي حصلت في اليوم ده هما اللي نفذوها. فاكرين اللوحه اللي اتسرقت من المتحف؟ هما اللي سرقوها. انا افتكرتهم هما اللي رسموها. ايوه. حاضر. فاكرين الهضبه اللي وقعت في المقطم؟ هما اللي وقعوها. شغل على ميه بيضاء يا استاذ. فاكرين لما حصل زين؟ انا صدعت. انده لهم حبيبي يلا. ده لهم حاضر سعادتك، بس فاضل حاجة واحدة مهمة أوي معلينا. يلا نخلص؟ البرجين. لا ما تقولش. 11 سبتمبر. ليه يا شيخ؟ 11 سبتمبر.
والله العظيم في بنك اتسرق في طلعت حرب. كيف في طلعت حرب؟ طلعت حرب. فين في طلعت حرب؟ طلعت حرب معليك نفسه؟ كانوا هم يا سادة. انتوا هتشوفوا ناس عملت المستحيل عشان خاطر البلد دي تكون احسن وفي احسن حال. البلد دي هي اللي عملتهم وهم شايلين الجميل ده في رقبتهم. البلد دي ايه يا سيد؟ انت محسسني ان هم رأفة الهجان الا ما عملوا حاجه تحسسني ان هم بيحبوا البلد دي. بصحيح في ايه؟ انا هعتبر ان الابله ساره ما قالتش اياتها حاجه، لان اللي بقوله اهم بكتير. الرجاله دي فخر لاي مواطن. الرجاله دي زين كلمه تاني وهقلع الجزمه احدفك بيها. فلنخلص. خلاص نيافه حضرتك سعادتك. اقدم لكم تفضلوا ادخلوا فرقه الخمس تسعات. هي الخمس تسعات دي مش كولونيا؟ ساكس خنو رونس ريفو. مفهومش حد اسمه محمود. ساكس نشأ سنة 1978 في حي البساتين. موطنه الأصلي البساتين. اشتغل نشال من هو 5 سنين. أول مطوة مسكها وزفرها كان عنده 8 سنين. فايزين 7 سنوات ونصف وستة عشر. تاريخ دقيق. مثال بعون الله الساكس بيحط كل خطط الاقتحامات والتنفيذ، وهو كمان اللي حط الخطه بتاعت الجواري بتاعت ماتش هولندا. مرحبا بك سيد ساكس. تشرفت بكم جميعا وانني اود ان اقوم باي شيء تطلبونه مني. معلش انا عندي سؤال محيرني بس انا مش مطمن، هو بيتكلم كده ليه؟ دي لغه الساكس الاصليه، طموحه كان يبقى زي بروسلي بحفظ كل افلامه. هو بروسلي كان بيتكلم عربي؟ لا بس هو حفظ الترجمة كلها. سيدتي من الممكن أن أطلب منك طلبا؟ أكيد سيدتي. أنا في الخدمة لو سمحتي. أيوة. دعينا من المرح، دعينا نريد ونعرف ونقول ماذا نريد وماذا أنتم تريدون منه حتى أقوم بفعله. أبا عفوا صحا إني أريد أن أغادر المكان فورا قبل أن أصاب بالأفق أصاب بالغثيان. أشعر بالاختناق. بعدين اتفضل. اتفضل خنو. مستر خنو. المواعيد الوقت دي سمى خنو عشان خاين بيخون عز الناس ليه وممكن يسلمنا في اي وقت ويبلغ عنا. هي مساله ضمير ساعات. انا اول ما بحس ان احنا بنعمل جريمه ببلغ على طول. ضميره بيأنب. لا حبيبي انت انقصت جدا. ريفو عنده ضمير. ملك الكيمياء. وسعي ريفو. ريفو ملك الكيمياء هو صاحب كل التركيبات اللي بنخدر بيها الناس. التركيبه دي بايظه. انا والله ما قلت حاجه ما تشوف حد. رونس تميمه الحظ للسكس والمساعد بتاعه الشخص. الحظ مش وجهه نظر. الحظ اسلوب حياه. الله يرحمك يا بطل. دي كان ممتع شقتها ولا ايه؟ مش عارف. انا كده خلصت. الساكس دلوقتي يشرح الخطه. على فكره دي جريمه قتل كده. عصابه مكتمله الاركان يعني. بس يا بنات. طب معلش انا اسف بس قبل ما الساكس يبدا يشرح الخطه والكلام ده كله يعني. هو انتوا اسمكم الفرقه 5 تسعات، انا شايف 4، فين الخامس؟ انا الخامس عزيزي. اه انت؟ اسمه زين؟ ايه الاسم الغريب ده؟ دي مفاجأة يا جماعة. كملوا كملوا. اسم وحش قوي. اسم الدلع. أصدقائي دعونا نعمل في صمت حتى نصل إلى الهدف المنشود. أليس كذلك؟ هو كذلك. من الممكن أن أشرح الخطة؟ اتفضل اتفضل. أرجو التركيز. حتى أفهم وتفهمون ماذا أقول. اتفضل. دي ليلة سودة بينها. أصدقائي. أيوه. سوف تتحرك السيارات في هذا المكان. سوف نقوم بقطع الطريق عليهم ونفرغ الحمولة المراد الاستيلاء عليها. ثم بعد ذلك نذهب إلى الاستراحة ونقوم بتخدير السائقين، وبعد ذلك نعود ثانية بالبضاعة إلى هنا ونفرغ محتويات الشاحنة ونعيد ثانية دعوني أركز. دعوني أركز. بعدين ثم نعيد ثانية الشحنات إلى السائقين. أيوه. وبهذا قد تقول انتهت العملية. على فكرة اللي حوالينا كلهم سموا احنا هنعمل ايه؟ ده بيتخانق.
دي فضيحه. ترجم يا رمص. يا لهوي. شكرا يا سكس. دي اول جزء في القصه فيه لسه حاجه. رمص سيتولى الترجمه. يا ريت. اصدقاء، السيارات ستتحرك من هذا الطريق وسوف نقوم بقطع الطريق عليه. فين؟ في الاستراحة المخصصة له. هو لسه قايل. سيتم تخدير السائقين ورميهم واخذ السيارات منهم واحضارها الى هنا وسوف يكون. سيبونا ركز زي ما هو ركز. بس يا عم حد كلمك في ايه؟ وسيتم تفريغ السيارات من الحمولة واحضارها اليهم في الاستراحة. وبهذا تنتهي المهمة. اختلاف في الاداء ولا؟ لا لا احسن زي كده. استاذنك بس. نفس المدرسة. مش عارف حاسس ان قعدة المهنة حقيقي يا استاذ. الموارد. مش متفائل بالراجل. عجبا لكم ايها المصريين. فرعون الكبير. تدعون المعرفة وانتم بعيدون كل البعد عنها. بقول لك ايه، فكك عشان البق ده بتاع مافيا ومشهد الجزار. سمعت البق. وليلة الجزار تدعى ثانية وهي ابنة عم ابي لزم. قرايب قرايب نسايب. صديقتي. انا خففت الدم، احب اعرق كده انبسط. اتريد ان تقول شيئا ايها الفتى الجميل؟ انا الفتى الجميل. نعم نعم اريد. زين. نعم. ما وريت نريد ان نتحرك. احنا معاليك فاضل لنا بالظبط 10 مينتس ونتحرك كلنا عشان نتم المأموريه. بس في مشكله صغيره. كم دقيقه طيب لتكون عشان اعرف؟ 10 دقائق تقريبا. ما شاء الله بتتكلم. في مشكله صغيره معاليك. قول يا حبيبي. الرجاله دي ما بتعرفش تسوق، فاحنا هنحتاجكم كلنا معانا عشان تساعدونا في المهمه دي. يا لهوي. أنا مش مطمن من الأول. يلا يلا يلا. سوف نتحرك حالا حتى نقوم بتنفيذ المهمة وندعو الله أن يقف بجانبنا ولن يتم القبض علينا قبل إنهاء المهمة. يا رب يا رب يا رب. إيه ده؟ طلع من غير شعر. الله يا ولد. يلا يلا يا كابتن. هينزل مش هيرجع. يلا 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 يا ابني. على فكرة حمزة مش راجع، هيتقتل بره. يا ولاد ال ايه المناظر دي؟ دول عهد. منورنا يا استاذ حمزة. وكيف بك حالة عين علا؟ ايه الناس دي؟ دين خزل. يا سلام، يا دي أول مرة. استنوا عشان أديكوا ضهري. ريح شويه. الحق يا مولانا. استغفر الله العظيم. خد خد اللي انت عايزه. خد اللي انت خد وحسابي معاك بعدين. امشي يا عم. ليه انت بترد عليه؟ سلام يا ساكس. السلام عليكم. السلام عليكم. انا قلت غير الاتجاه جاي من الخطه فينا. شوفي يا استاذه، انا مبدئي في الحياه ان انا اول ما بحس ان في جريمه ببلغ على طول، حتى لو احنا اللي بنعمل الجريمه دي. يا سلام، بتبلغ على نفسك؟ طبعا، هي مساله ضمير سعادتك والمبدأ ما بيتجزأش. لا ركز معايا كده، يعني انت فاكر ان انا مثلا مستعينه بيك في ايه مثلا؟ في عمل خير؟ لا ما انا حسيت وشكيت الصراحه، بس انا قلت اسيبكم انتوا لما ضميركم يصحى، لكن لو ما صحيش انا كده كده هبلغ. ضميرنا يصحى. تبلغ عننا. طبعا. بس هقول لحضرتك حاجه. طب اقنعيني، حضرتك لابسه كده ليه؟ لا انا موضه، اصل انت عارف كل شويه يغيروا في الموضه وانا زهقت يعني، فتجديد يعني مش اكتر يعني. ماشي حضرتك، ما هم اعمل ايه طيب يعني؟ ما انا عايز اعرف الخير فين والشر فين. لا اقول لك حاجه، هم الشر. احنا جايين نعمل عمل خير. اوعى تفتكر الناس اللي احنا جايين ناخد منهم البضاعه دول كويسين، دول شريرين. احنا طيبين وغلابه. حسنا يعني انا اللون الاصفر ده بيقلقني الصراحه. اصفر واحمر. بقول لك ايه، معاك سيجاره؟ هات ودي ولع كمان. اي الله. ركز بقى في الاحمر وسيبك من الاصفر واستناني على النص. ماشي. مساء الفل يا قمر. الجميل واقف هنا ليه؟ هو ايه؟ مفيش ازاي؟ ازيك يا عسل؟
اصلا يا اخويا كده كنت عايزك تاخدني كده في توصيله بعربيتك. يا خلاص ده عليا العربيه وصاحب العربيه تحت امرك يا جميل. يا نيالك يا جامد. ايه الامر ده؟ امر طول عمري. امال يعني هكون ايه؟ جامد. شفت الاحمر والاصفر؟ جامد جدا الاحمر والاصفر. بقول لك ايه يا اسطى، الست دي حراميه. مالكش دعوه يا عم، دي سرق 4 عربيات قبل كده. وانا عايزهم يبقوا 5. والمصحف مجنون، امشي يلا من هنا. امورني تحب تسوي انك راجل رزل. طب بقول لك ايه، شايف المنديل ده؟ لا اله الا الله، ابعد عني بقى الساعات يا عم. ده في مخدر وهنخدرك بيسمع مني. مفاتيح العربيه ايش؟ طيب طب شم كده. ايه ده بقى ده؟ مفيش، اديله واحده. طيب انت مفاتيح ايه وسوقي حبيب قلبي. ايوه تمام. يلا يلا بينا. من بيتك كنت هتفضحنا. يلا بينا بس. نهيلك رايح تقول له انت مجنون يلا؟ طب يلا دوري بس يلا عشان نطلع بسرعه. انا حراميه يا ابن الحراميه، هات المفتاح. انت ما جبتيش المفتاح؟ لا فين المفتاح؟ يا دي النيله بسرعه. نسينا نجيب المفتاح ازاي؟ طيب بسرعه يا دي النيله. صح فين وده لازم ياخد المفتاح. اهو المفتاح اهو. يلا 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 بسرعه. خدي هات يا راجل. يا رب نخلص الليله دي على خير. ده ايه ده؟ دي السرقه وحشه فعلا. يا ابو ياسر الحال، مفيش حاجه معديه. ها عربيه نقل جايه اهي. قول لي الاقراص بتاعتك دي تمام ولا هتفضحنا؟ هفضحك يا ريس، تصدق عيب عليك. لا لا عادي. لا عشان الوقت انا ما عنديش اعتراض، بس الوقت. انت شبكت ال $10 ارفع راسك. ان شاء الله. ده سواء نقل انا هياخد مننا وقت قبل ما يدوخ. على نفسه يا ريس. كناش جبنا سواء ملاكي وخلصنا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واحد شايف ال50 راسك. ماشي يا ريس. تأمر تأمر يابا. تأمر يا حبيبي. صوته حلو قوي. عسل عسل. لا اكون متنكر اخر. لا على نفسي. سايق يا يابا. مظبوط لو ثانية وسايبة جاهزة يا ريس. حبوب. شايف حضرتك الشجر ده في الصحراء؟ يا سبحان الله. جميل قوي راس الشجر في الصحراء. بتحصل. مش هنا بس. عارف في نيو جيرسي؟ مفيش شجر في الصحراء. خد بس رايز. في جميل قوي. بتحصل تحفه. تسلم ايديك. الف انا وشفا يا حبيبي. الف انا وشفا يا حاج. تمام يابا الشاي؟ اخبار الشاي؟ الله ينور. لا لا تسلم ايديك. لا الشاي فل هنا. ساره بتشينه في التنكر الان. سلام عليكم يا بلحاج. سلام. شفتش البجرة بتاعتي معدية من هنا؟ لا والله يا ستي. ها؟ يعني أنت ما شفتهاش؟ إيه؟ دي بجرة بيضة وفيها بوتر سود كده وباربع ترج. ما شفتهاش؟ ما شفتش بجرات خالص. يكونش حضرتك قصدك البجرة البيضة اللي فيها بوتر السودة دي ويا سبحان الله بأربع ترجل؟ أيوة يا بلحاج هي. أنا شفت القسطة كان سايقها من شوية وبيعمل بيها 5. إيه؟ أنت بتتنور عليا ولا إيه؟ ست بجرة إيه؟ سيبينا في حالنا الله يبارك. طلع البجرة بتاعتي يا راجل أنت. ست بجرة إيه؟ خدت البجرة بتاعتي. ما خدتش منك حاجة. طلع بالبجرة بتاعتك. بجرة إيه اللي بتتكلمي عليها؟ أنت خدت البجرة بتاعتي. طلع البجرة بتاعتي. هو في إيه يا ست الكل؟ خد البجرة بتاعتي. فتشوا ده سرقة. أنا عايزة البجرة. خد البجرة. البجرة بتاعتك. هتجيب البجرة يا راجل انت. خلاص بسرعة. خد بسرعة. يلا يا ريس. هاني يلا مريم. بسرعة بسرعة. تسلم ايدك يا ريس. عايز اطمن، فممكن تقول لي فهمت ايه من اللي انا قلته لك او هتعمل ايه؟
من الواضح يا سيدي أنك لم تفهم سكس الأصلي كما ينبغي لك. سكس الأصلي إذا قام بعملية سوف تنجح بإذن الله بدون أدنى شك. طيب تمام، السواق اللي أنت جايبه متأكد منه؟ سكس الأصلي يثق في السواق كما يثق في شروق الشمس من الشرق وغروبها من الغرب. طب سيبك من الشروق والغروب، معرفش ليه ببص في عينيك بحس بنظرة غباء. لا يا سيدي، إنها نظرة ذكاء ودهاء، ولكن لا يفهمها أي شخص سوى الخارق. الشخص الخارق هو الذي يفهمني. معنى كده إن أنت شايف نفسك ذكي؟ ذكي ودهي في نفس الوقت. رأيك في زين يا سكس؟ زين القدوة الحسنة، الإنسان الطاهر القلب، البريء الأخلاق، الله يطمنك، الدمس الصبور، الإنسان العطوف. لقد تربى زين أثناء طلوع وبزوخ أشياء لا ينبغي لك أن تفهمها سيدي. تمام خلاص سيبك من زين، مالكش إخوات؟ شكلك مألوف ليا جدا. لماذا يا صديقي تذكرني بالماضي الأليم؟ إنني أملك أخ شقيق لي في هذه الدنيا، ولكنني تبريت عنه بسبب انحراف أخلاقه وسلوكه في طريق يعني. هو كان مجرم؟ لا، كان مخرج. اسمه؟ إنني يعني لا أريد أن أفصح عن اسمه، ولكنك إذا طلبت مني فسوف أقول لك. لا معلش قول لي عشان أطمن أكتر بس. أخي المخرج العالمي، المخرج الفاز، موحة، مخرج الروائع. أنت أخو موحة؟ لا يا سيدي، موحة هو من أخي، لقد تربينا وتنشأنا في آن واحد. هو أخي من أم وأنا أخوه من نفس الأم. لا الله يطمنك، الله يطمنك. ليه يا رب اللي بيحصل فيا ده؟ لا خرب بيتك يا زين. لا تغلط في زين، زين شخصية دمسة الأخلاق، عطوف الإنسانية، وليست هذه أول عملية نقوم بها. ثق تماما أنك في أيدي أمينة، وكل ما طلبته مني سوف أنفذه بالحرف الواحد، لأنني أحفظ كل ما تقوله عن ظهر كلب وسوف أنفذه في الوقت المناسب. حلو حلو، تقدر تقولي أنا قلت لك إيه من شوية هنعمله؟ أنا نسيت أن أقول لك جزء واحد مهم جدا في حياتي الشخصية. بالنسبة لسكس الأصلي فهو ماكر ذو دهاء عظيم، ذو قلب كبير، ذو إحساس بالمسؤولية تجاه الآخرين، ولكنه قليل الذاكرة، كثير النسيان. أنا كثير النسيان، لا أتذكر شيئاً بعد مرور أكثر من 3 دقائق. طب إحنا بعد وقفتنا هنا، بعد وقفتنا دي المفروض هنعمل إيه؟ من الممكن أن يتم القبض علينا بسبب الشخص الذي كلمته في التليفون السواق. من الممكن أن يكون هو من بلغ عنا. لماذا تنظر إلي يا سيدي؟ لماذا؟ يا سيدي؟ سيدي فتحي. يا رب زين وسكس في يوم واحد. لا تقلق يا سيدي، سوف تكون العملية على ما نرام، وسوف نخطف ونقوم باختطاف زعيم العصابة، وسوف نقوم بكل ما يلزم تجاهه. بس كفاية قرف. انت يا بني ادم، انت في حد يقف بالطريق بالشكل ده؟ كنت هشيلك. ماذا بك يا رجل؟ اتريد ان تصدمني بتلك السياره الفارية؟ اجننت انت؟ من الممكن ان اطلب منك طلبا؟ اريد ان اذهب معك بضعه كيلومترات الى هذا الطريق.
حيث الأحباب والأصدقاء، إنني سئمت الحياة الدنيا وأريد أن أذهب إلى أحبابي وأصدقائي، فلتساعدني على ذلك؟ ماذا بك يا رجل؟ ماذا بك يا رجل؟ أنا بدأت أتوتر منك ومش مصدقك. متأكد الراجل ده هيعرف يوصلنا؟ صديقي العزيز فتحي، ثق تماما بسكس الأصلي أنه لا يحضر معه أشخاص لا يعرفون الطريق، إن هذا الشخص سوف يوصلنا إلى المكان الذي نريده بدون أدنى اعتبار لأي شخص آخر. بص أنا بحاول أجمعك، يعني بحاول أفهم أنت جيناتك عاملة إزاي عشان أفهمك، بس مش عارف. بس برضه في نفس الوقت أنا أستاذ حمزة لازم أطمنه، اللي إحنا بنعمله ده لازم يتم في النهاية على خير وسلام. لا أضمن لك إلى الآخر، فإنني أقوم بعملية، والله الموفق والمستعان. أمين يا رب. أمال إيه بقى العمليات اللي أنت عملتها أنت وزين ولينا سابقات قبل كده، وإحنا أحسن من بطاريت الجبل ومفيش زينا، وأنا وإيه؟ إن زين من طبيعته إنه يحب أن يهول في الأحاديث. ده اللي أنا قلته. لم نقم بعملية واحدة مطلقا وتمت إلى الآخر بعون الله. لقد قمنا مرة واحدة بعملية وتمت الحمد لله بفضل الله إلى آخر سلامة. الكلام ده ما تقالش ليه قدام أستاذ حمزة؟ إنني لا أعرف الأستاذ حمزة، إنني جاي في مهمة معينة وأريد أن أخلصها. يا صديقي ماذا بك يا صديقي؟ الطريق أمامك، الطريق أمامك يا صديقي. ده اللي هيوصلنا يا صديقي. لا اسمح لك ان يتم القبض علينا. صديقي حاول ان تسلك طريقا اخر، ان هذا الطريق امامك. مش ناقص توتر يا شخص، الله يكرمك. انت كنت بتعمل ايه وانت عندك 16 سنه؟ كنت في 16 من العمر اتربى واترعرع في سجن المزرعه. طب وانت عندك 17؟ تربيت ايضا وكملت الترعرعا في سجن المزرعه ايضا. طب امتى خرجت من سجن المزرعة؟ لا اتذكر هذه الامور تافهة في حياتي، لا احب ان اطيل عليك الشرح لها. طب معلش خدنا على قد عقلي. كنت بتعمل ايه في سجن المزرعة؟ ايه السبب اللي دخلك سجن المزرعة؟ لقد قمنا انا وصديقي العزيز زين بالسطو على بنك في مسترد. وبعد ما ربنا اكرمنا والهمنا وقمنا بالسطو على البنك، قامت بيننا مشدة، مشاجرة بسيطة بين الأصدقاء. تطور الأمر وكاد يمر من جنبنا سيارة بها ضباط شرطة وأشياء من هذا القبيل. شافوكوا صدفة يعني؟ بالصدفة الباحتة. نادى عليهم الأخ زين ليحكمهم بيننا، وأنا طبعا لم أقل له أن ينادي عليهم. فتدخل الناس والضباط بيننا وقاموا بفضل المشاجرة الحمد لله. الحمد لله. ولكن في القسم تم القبض علينا واخذنا، انا اخذت 5 سنوات. ايوه. واخي وحبيبي زين 10 سنوات. بعد كل ده لازم تنفذ عملية مع زين تاني؟ انا لم اسمح لاي مجهود يبذل في هذه العملية أن يروح يعني سدى. روح إيه؟ سدى. إيه سدى دي؟ إنني أسمعها في التلفاز ولكنني لا أعلم معناها. هباء يعني؟ هباء شفاء. صديقي العزيز فتحي، الطريق أمامنا طويل، وأنا أريد أن أحدثك في شيء يقلقني. استنى، خد سجارة. مع أنني لا أدخن السجائر، ولكن إنني أريد أن يعني الطريق طويل بيننا. معلش. انت قلت لي ان موحى، معلش انا عارف الموضوع ده بيضايقك، موحى المخرج ده اخوك. ارجوك صديقي العزيز لا تذكر لي هذا الاسم الفظ على قلبي، الثقيل على اذني، لانني اقرا هذا الشخص منذ الصغر. معاك حق، انا اول ما شفته ما تقلقوش. موحى اخي في الاصل، لم يكن اخي. امال ايه؟ ولكنه اخي في مقام اختي، لاني موحى من صغره كاد يحب طريق غير الطريق اللي انا اسلكه، ونصحته اكثر من مره ان يتعلم مهنه شريفه، سرقه، نصب، احتيال. ده على اساس ان انت صيدلي.
حضرتك انا خريج معهد فن صناعي تجاري زراعي. ازاي؟ معلش فهمان عشان يمكن الجملة دي جديدة عليا. لقد تطور الامر بي في المستقبل البعيد القريب حاليا. وكنت ان ادرس بعد ما تخرجت من المعهد الفني الزراعي، كان بجنبي معهد فني صناعي، كنت اذهب يوم من هنا ويوم من هنا، يوم الامتحان اذهب يوم من هنا واذهب يوم من هنا. وفقني الله ان اكون اول مصريا يحصل على شهاده فن زراعي تجاري صناعي في ان واحد. خدت كورسات يا سقس؟ سقس هو من يعطي كورسات، سقس لا ياخذ كورسات. الله على الثقه، سقس واحد بس يعني. سقس اسال التاريخ عن سقس ومدى اهميه سقس بالنسبه للمجتمع المصري. لا يمكن انا اللي ما اعرفكش او انا جاهل في المعلومات عنك شويه. اكيد. انا اسف. لانك لو تقرا التاريخ وتعرف مدى اهميه سقس بالنسبه للمجتمع المصري لتيقنت انك تركب قطار شخصيه عامه، شخصيه ذكيه، شخصيه مميزه في الحياه الاجتماعيه والاقتصاديه والتجاريه. والمهنية. الناس كتير. اذكر لي امثال وانا سوف احدثك عن شخص بالنسبه لهذه الامثال. احمد زويل. اذكر لي وانا احدثك. نجيب محفوظ. الاستاذ الدكتور احمد زويل بالنسبه لسقس كان تلميذ من تلاميذي في المرحله الابتدائيه المتطوره. مين ده؟ معلش معلش استنى، مين اللي تلميذك؟ دكتور احمد زويل ولا انت اللي تلميذه؟ حضرتك الحالتين انا مش مصدقك بس كمل. استاذ فتحي حضرتك تقصد الاستاذ الدكتور احمد زويل العلامه ام الاستاذ الدكتور احمد زويل بتاع الانف والاذن والحنجره اللي في عين شمس؟ لا 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 انت كده بعد. طب ماشي سيبك من ابو تريكه. ابو تريكه اللاعب الشهير، مرحبا بك ابو تريكه في ارض اخيك سقس. لقد قمت بتدريب ابو تريكه لمده 5 سنوات قبل التحاقه بنادي الزمالك. طب خلاص خلاص يا سقس انا اسف. لما تتأسف سيدي؟ لا أنا... تسأل أسئلة وأنا أحاول الإجابة عليها بطريقة بسيطة مرينة حتى يعني تتذكر الكلمات المتقاطعة التي أقوم بإقالتها لك. أنا بحاول أفهمك يا سقس بس ربنا يكرمنا، ربنا يكرمنا ونصر. فلنتمنى الخير إن شاء الله وسوف يتم الله علينا نعمته بإذن الله. ولن أسمح لأي شخص يقوم بإهدار تعب شخص. تمام خلاص. في هذه العملية التي سوف توقلنا إن شاء الله في عالم الإجرام إلى مرتبة تمام عالمية. تمام تمام سقس نوصل بالسلامة بس عشان أنا مش مطمن. إحساسي يا صديقي أن هذا الطريق خطر. إيه؟ قلبي يتوخوش وأحس أن هذا الطريق خطر. أقسم بالله أقسم بالله لو الطريق غلط أنزلك هنا. سقس لا ينزل. من مع سقس هم من ينزلون. إنني أثق. يا أستاذ يا فتحي يا أستاذ فتحي يا أستاذ فتحي. بس بقى ما تعملوش صوت عشان هكلمها. مدام هدى، هاي كيفك سافا؟ الإبداع لهلا بعد ما وصلت. أنا عارفة بس أكيد حصل حاجة، ده كل السواقين ما بيردوش على رجب. لو البضاعة ما وصلت بالوقت المحدد نحن مضطرين نلغي الكونترا. حاضر. ثواني يا نتالي هكلمك تاني. اوكي باي باي. حلوة الكونترا. عجبتني قوي. برافو عليك يا بنت القرود. تونسية بجد. يا نهار اسود بالاسكندراني. انت ملخبطة انا برضو باللبس اللي انت لابساه. لو البضاعة وما البضاعة وهي كيفك سافا شفتي؟ سافا. زين بسرعة كلمها دلوقتي في التليفون وقول لها إن إحنا خاطفين البضاعة وإنك هتكلمها تاني تقول لها تجيب الفلوس لو عايزة البضاعة. يلا يلا بابا. البضاعة مش البضاعة. الأحسن تكلمها هو كمان لبنان. لا لا استني استني. زين أنت بتعمل إيه؟ بكتب الرقم عليك. من تليفوني؟ الله أنا شاري لك خط النهاردة. ايوه معاك بس انا مش عايز اخلص الرصيد. بيتك يخرب بيتك. ازاي؟ اتشل. ازاي؟ يلا يا زين بقى كلمها وخلصنا. تليفونك. يلا من تليفونك.
يا ساتر بتطلعه تحت حرقاه قوي هي التليفون بتطلعه من تحت درسه من تحت شحني لي يعني هشحن لك خلاص ب 10 جنيه اجيب لي كارت امال يعني هشحن لك بايه على الطاير عايز على الطاير انت صح يلا بتليفونك ده محسسني ان هو بيطلب اول محمول بورصه ده انا جبت له الراجل بالسنترال يركبه له ملهاش حراره صح حكي ابلط حكي ماشي ما كله منك ابله ساره انا طبعا انا ما صدقت ان الاستاذ جاب لي موبايل وخط انا بحبك يا زوز موبايل وخط حبيبي زين سكت الو هدى ايوه مين معايا انا زين الدين زيدان وحش افريقيا ايوه عايز ايه لا ابدا احنا خطفنا البضاعه بتاعتك بس هي في الحفظ والصون هكلمك كمان شويه عشان اقول لك تيجي تاخديها امتى وفين وازاي انتوا مين انت مالك احنا مين انت هتناسبينا ولا ايه بص يا ستي حاجتك في الحفظ والصون احنا مش هناخد منك كتير لو فكرت تتصلي بالبوليس هم شويه بنزين وقاعدين كبريت وهنولع لك في العفش بتاعك لا 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 مش هتصل لا بجد مش هتصل ماشي هكلمك كمان شويه يا اموره بس وحياتك اشحني لي كارت ب 10 جنيه ايه ها يلا طريق السلامه شربات خليكي جنب التليفون يلا باي ادي يا رنا ايه رايك بعليك الو الو ها يلا طريق السلامه شربات خليكي جنب التليفون يلا باي ادي يا رنا مجنونه ايه رايك بعليك افهمتها شفت الولاد اتاخدت ازاي خبر اسود لا وايه وتيم باون كمان هي الوليه بس اللي اتاخدت كلنا اتاخدنا بسرعه كلنا اتاخدنا بسرعه ولسه هنتاخد تاني على اسمه انا هتشل وانا كمان انا مش عايزه معايا ولا انا سيبني سيبني في حالي سيبني حاول انت بس تسيبه ونشوف ماشي عليك طب والله بيصعب عليا هيرجع له تاني يا بنتي ما اقدرش استغنى عنه يعني انا ما بصعبش عليكم لا بتصعب يعني انت مصعبان عليك نفسك الله من الاول قلت لك ازيك انا عفيتي قال لك اشحني لي ب 10 جنيه داني برضه كسبان من هنا ومن هنا يا حضره العمد ابنك حامي ده ضربني ضربني حدفني هيضربني حدفني بس افندي نزلت على صدري ضحكوا عليا زملات ولا افندي يرضيك يا عمده لا 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 لا, لا. عشان ابن عمده يعمل كده 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 فيه ده مش زين بس على فكره حضرت العمد ابنك حميده
أرجو الالتزام بالهدوء علشان نقدر نبدأ الحفلة. شوفوا رجالة، المؤتمر ده المفروض إن احنا نفضحها فيها. هو طبعا مؤتمر لتكريمها، هنخليه إيه يا زين؟ ما عليك، هنجرسها ونفضحها ونضربها وكش. الهبل اللي انت بتقوله ده، انت تلغي مخك خالص. انت معايا؟ الغي عقلك، اسمع كلامه بس. الفلاشة دي في شاشة جوه كبيرة هتعرضها عليها. رموني معليه. حركة. شغلت الفلاشة؟ شوفوا رجالة، المؤتمر ده المفروض ان احنا نفضحها فيها. هو طبعا مؤتمر لتكريمها، هنخليه يا زين. معليك، هنجرسها ونفضحها. مش وقت. رموني معليك. مفيش وقت يا رجاله، مفيش وقت. يا جدعان مفيش وقت فعلا. بص يا ريس، تبقى الفلاشه دي وانا هتصرف في كل حاجه. صديق الرومز، سوف تعرف حالا ما يمكنك ان تقوم به تجاه هذه الفلاشه، ولكن عليك الانصات. انصت يا رومز. عليك الانصات وانصت يا رونز. ده انا الرونز اللي في اي مصلحه برونز. فلاشات، سي دي، لابتوبس، اي حاجه فيها. بس للاسف في حاجه واحده بس هي اللي مش عارف اعملها. ايه هي؟ لازم حد يضرب لي الراجل بتاع البروجيكتور. ليه؟ عشان ما فيهاش. عارف لو بروجيكتور كنت عملتها انا. لا لا لا، دي سهله دي. دي بقى سيبها عليا انا. انا اي حاجه ما فيهاش بخلصها على طول. اصل وانا صغير كان عندي مشكله في الكاف، كنت بقولها تاني. انا لو كان فيها سس ما كنتش عرفت احلها. عشان كده احنا بنكمل بعض. السلام يا رونز. ايه كلام والله يا جماعه؟ بقول لكم مفيش وقت، احنا بنعصر. زين غريب، كلمها فورا وقول لها على ميعاد المقابله. الو. بص يا ست الكل، انت تيجي انت وجوزك بقى تستلمي حاجتك في المقطم، وتجيبي معاكي 200,000 جنيه. حاضر، بس ليه جوزي؟ انت ما تسأليش، انا بس اللي اسأل. اوكي. بقولك ايه، ما تنفخيش وما تبصيش لا يمين ولا شمال. انت بتراقبني بقى؟ اللي انت ما تعرفوش ان انت معاكي اخطر جهاز محمول في الدنيا. ماشي يا حلوة، الحاجة تيجي في الميعاد وفي المكان. متأخريش عشان هلغي الاوردر. تمام. اين مكان القاعة سيدي؟ اهي 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 اهي، يلا اتحركوا. هننطلق. القاعة القاعة القاعة. ايه رايك في الشباب؟ القاعة يا رجالة. طب ولا تتكلم. ايه رايك في الشباب؟ لا تمام تمام، بس انا ال يا ولاد الكلب. صديقي العزيز، اود ان اتحدى اسئلتك في امر غايه في الاهميه. شت، سيبني اشتغل. هذا الامر سوف يغير مجرى حياتك صديقي. انت بتقول ايه؟ احتاج اليك لحظه، بضع لحظات. هيا بنا صديقي، هيا بنا، لا تضيع الوقت، هيا بنا. يا صديقي العزيز، انني اود ان اشكرك على قمه ارتياحي لك، واود ان اقول لك كلمه واحده. لقد تمنيت في يوم من الايام ان يكون لي اخ مثلك. تعال حلاوة. تعال انت كمان. هل جننت يا رجل؟ ماذا بك يا ريفو؟ اتريد ان تخدرني يا ريفو؟ انا الساكس الاصلي يا ريفو. لا مؤاخذه عم الساكس. قلت لك يا ريفو من قبل إنني لا أريد أن تعمل معي وأنت تضرب المخدرات. صديقي، إن المخدرات تذهب بعقلك الباطن والظاهر أيضا يا صديقي. أنا بشرب مخدرات يا عم الساكس، تصدق عيب عليك. وقلت لك من قبل إنني لا أريدك أن تعمل معي وأنت تضرب المخدرات. إذا فلتذهب إلى الجحيم. المرأة العربية ناجحة ومتميزة. قالوا عنها أنها نصف المجتمع، وهي بالفعل تستحق التتويج. هنا ومن خلال هذا الحفل سنكرم سيدات ورموز المجتمع، منهم المتميزين والناجحين.
يا نهار اسود، هي كانت تاني واحده فيهم. وسنبدا معكم هذا الحفل بتكريم امراه من انجح السيدات في مصر. هي سيده اعمال ناجحه وايضا زوجها من انجح رجال الاعمال المصريين، وهي السيده هدى الشربيني. اما الان فادعوكم لمشاهده فيلما قصيرا لاهم محطات نجاح السيده هدى الشربيني. عايشه وحش، عايشه كوتش، اشرب لبن ما اشربش سكوتش. تباً لك يا رنس أيها الأحمق، ماذا فعلت؟ لماذا لم تكمل الكليب إلى الآخر؟ بس بقول لك إيه؟ شربات أنت شايف كده؟ وش؟ ما عليك، أنا مديله الفراشة صح؟ فراشة؟ نعتذر عن هذا الخطأ وسنقوم الآن بعرض الفيلم. أنا اترفدت عشان مراتي جت الشركة بس وسلمت عليه. كنت سكرتيرته الشخصية، وفي مرة دخلت عليا لقيتني بمضيعة على ورق، بصيت لي بس. بعد يومين كانت لبستني قضية سرقة في الشركة وما رضيتش اتنازل عنها الا ما روحت بوسط ايديها، غير ان هي قطعت عيشي من المكتب ومن كل حتة كنت بحاول اشتغل فيها. ست واصلة قوي بس قذرة. وصلت عليا رجالتها بالظبط وكسروا لي ردي كسر مضاعف، كل ده عشان كنت مديرة التنمية البشرية في الشركة. طردتني من المكتب وجابت لي فلوس الادب في البيت. انا لو كرهت حد في حياتي ما كرهتش قد الست دي. دي قلة ادب. مين اللي شغل الفيديو ده؟ يا حلوه اثبتي يا ماما احسن حشورك. انت لسه شفتي حاجه؟ بقول لك ايه، هجيب الفلوس وتيجي انت وجوزك في الميعاد. هنولع في البضاعه. شكرا يا زين. استاذه ساره مساء الخير. مساء الخير، انا ساره اللي انتوا لسه شايفين صورها، او صورها اهي، صورها قدامكم. الست الناجحه اللي انتوا بتكرموها النهارده مش ناجحه ولا حاجه. الست دي مريضه بمرض الغيره، بتغير على جوزها غيرة عمياء لدرجة انها اجرت بلطجية جم لحد البيت عندي علشان يضربوني بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، وكنت هموت. كل ده ليه وليه؟ علشان جوزها جالي البيت علشان اساعده ان هي تتعالج، عشان بيحبها للأسف الشديد. لكن انا شايفة انها ست فاشلة. الست الناجحة هي الست اللي عندها ثقة في نفسها، وديكوا سمعتوا وشفتوا الموظفين والناس بيقولوا عليها ايه. انا هنا بس عشان اوريكوا حقيقتها مش أكتر، وديك عرفته. شكرا. شكرا. بص يا أمورة، قدامك خمس دقايق تقعدي ثابتة كده، ولا حركة ولا نفس، أنت والأمامير اللي معاكي دول. واخدة بالك؟ حاضر. تنسيش الميعاد وال أديوس أميجوس. في الميعاد، برافو. ما تكترش في الكلام، فين الحاجات اللي سرقتوها من مراتي؟ بقول لك ايه، لو في حاجه واحده حصلت مش هيحصل كويس، انت عارف ان انا يا عم الدكر، الحاجه بتاعتكم اتشونت في مخازنكم دلوقتي اوريدي. اديني يا حبيبي اللي يبني على الغله. خلينا نقفش. ايه ده؟ انتوا مين؟ وانت مالك انت؟ احنا مين؟ شو خصك يا حلوه؟ نتالي. مش مهم، احنا كنا ممكن نأذيك اكتر من كده، بس يا ريت الدرس اللي كنت اتعلمته منه تعلمي ما تأذيش حد تاني بعد كده. ايه ده؟ هو انتي سارة؟ ايوه سارة. انت ما كفاكيش كل اللي حصل والفضيحه دي؟ انا يا هانم عملت اللي عملته ده علشان تتعلمي درس وتبطلي الجنان اللي انت فيه ده، بس انا لسه ما خدتش حقي. حقك؟ ايوه حقي. شفتي بقى يا ست هانم الفضايح اللي خلتينا فيها قدامي؟ انت تسكت خالص، كل اللي بيحصل ده بسببك. سبب انا؟ ده سبب تخلفك وهبلك. امشي قدامي.
بعد. طريق السلامة شربات بقى سكر. يا حلوة يا بلحة يا مقمعة، شرفتي اخواتك الأربعة. ارسيه بجد يا زون. على ايه يا حبيبتي؟ بس خدي بالك انا ما وعدتكيش اني اقدر اعمل كده تاني. بس انت خلي اي حد كده يلمسك وشوف انا هتصدر له ازاي. حياتي حبيب قلبي. ما شاء الله. يبقى مين القمر؟ هو بعد العشره دي كلها وجاي تقولي مين القمر؟ قمر والله. ده القمر. القمر. يا جامد انت طول عمري. اهلا اهلا اهلا. هي الشمس بتطلع بالليل يا اخواتي. كتبت موضوعنا معاليك. قمر والله برضه. انت الرجاله حسابهم كله تمام، مش كنا خدنا فلوس زياده يا استاذ؟ لا يا زين. حبيبي احنا مش حراميه. احنا خدنا حق الرجاله وكفايه كده. بعد كل اللي عملناه واحنا مش حراميه. احنا نصابين. اه؟ نعتمد اوتر. احنا عصابه. تحس انه حافظ مش فاهم. انت مش شفت صحيح؟ الحمد لله. ارفع البنطلون اكتر، انا خايف انك تبرد. لا تستهوى. ايوه حبيبي. صباح الخير يا بابا. يا صباح الخير. مالك يا بابا؟ فيك ايه؟ لا 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 يا بنتي مفيش، هو شوية وجع كده في معدتي وبيروح زي عضلة قفشة وترجع تاني. طب ما تروح تكشف. شوية برد، شوية برد يا هبة، ما تتخضيش. برضه تكشف وتطمن. حاضر. حاضر يا ستي. إيه انت رايحه الشغل ولا ايه؟ بس عايزه اجي لك النهارده انا وايهاب. ايهاب مين؟ ده ولد بيفهم في الورود وبرضه بيعمل بيرفيومز وعايزاه معايا في المصنع. طيب. مفيش مانع يا بنتي، لما نفتح المصنع تبقي تاخديه معاكي. لا انا عايزه اشاركه. نعم تشاركيه؟ يعني ايه؟ لا انا عايزاه يمسك خط انتاج الرجالي ووديه نسبة من المبيعات. لا 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 يا بنتي، دي مش اسمها مشاركة. المشاركة انه يدفع قد ما هتدفعي انت بالظبط. ها؟ مع فلوس؟ يقدر يدفع 5-6 مليون زي اللي انت تدفعيهم؟ ها؟ لا طبعا. هو المصنع هيتكلف قد كده؟ طبعا، ده غير تمن الارض وبعدين احنا اصلا معنا شريك. نعم؟ وانت ازاي ما قلتليش هو مين؟ ما انا من يومين قلتلك ان انا عايزه اقعد واتكلم معاكي. وانت ازاي تشارك حد يا بابا من غير ما تقولي؟ يا بنتي انت ما بتفهميش ولا ايه؟ ما قلتلك كل شيء هيجي بوقته. بس انا مش عيله صغيره عشان اعرف بعد ما اتدخل حد معانا. هبة يا حبيبتي، الشريك ده ملوش دعوة لا بالمصنع ولا بالإنتاج،
هو ليه دعوة بالإضاءة؟ أيوة الإضاءة معاكي، لأن فيها حاجات كتيرة أنت ما تعرفهاش. إيه اللي ما أعرفوش يعني؟ أنا عندي مواعيد مهمة ولازم أنزل. بابا أنا مش فاهمة حاجة. هو أنا بنت حضورك هتعرفي كل حاجة في وقتها. بس أنا عايزاك تتعرف على إيهاب. مين إيهاب؟ اللي أنا لسه حكي لك عنه. هو أنا هتجوزه؟ طب شوفه بس. قولي كده. أقول إيه؟ ماشي يا هبة. قلتلك هاتي وأنا هقعد معاه وهشوف إذا كان ينفع ولا ما ينفعش. يعني ينفع لإيه بالظبط؟ يعني ينفع يبقى معاكي في المصنع ولا ما ينفعش؟ ماشي يا بابا أنا هجيلك النهاردة. قلتلك تجيلي وأنا هقولك إذا كان ينفع ولا ما ينفعش. بابا أنا عايزة ينفع. هنشوف يا هبة، هنشوف يا بنتي. سلام عليكم. ايوه صباح الخير. صباح النور. اعمل حسابك انك هتجيلي النهارده بعد الظهر علشان يروح لبابا. لا 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 انا مش فاضي خالص النهارده. هنهرج يعني؟ هرج. ما نهرجش ليه يعني؟ خلاص ما تجيش براحتك. طب خلاص خلاص اجيلك الساعه كام؟ مش عارفه انا بجيب شويه حاجات. خلاص تعالى المكتب واستناني. تصدقي ان انا غلطانه؟ خلاص خلاص الساعه 3. ماشي ما تاخرش. حاضر. الحمد لله على السلامة يا بي. كنت بايت فين؟ طلعي بره يا هديل. مش طالعه ورد عليا. انت كنت فين وبتعمل ايه اصلا؟ رايح في داهيه غير من وشك. البير شاف له شوفه طبعا. ولا خلاص اتجوزت؟ انت مالك اتجوزت ولا ما اتجوزتش؟ انا حر. ايه البجاحه والفجر اللي انت بقيت فيهم دول؟ لم لسانك واحترمي نفسك يا هديل. احترم نفسك انت الاول. انت ست قليله الادب والعيشه معاكي بقت تطهر ولا حاجه نافعه معاكي. لا قرب من ربنا نافع ولا صلاة نافع ولا حاجة نافعة. انت ايه؟ جواك شطان؟ طب وانت لما اتغيرت انا عملت ايه؟ ليه؟ اتحجبتي؟ ده كان عشانك مش عشاني. لا يا بيه عشانك انت اتحجبت وانا مش مقتنعة. لكن قلت طالما بقيت احسن انا كمان ممكن اكون كويسة. دي حاجة ماليش فيها، دي حاجة بينك وبين ربنا. انا مالي؟ طب وانت عملت ايه بقربك لربنا؟ انت مالك ومال انا عملت ايه؟ انا حر ومن هنا ورايح ما تدخليش في حياتي تاني خالص. دلوقتي انت حر ما تدخلش بعد ما خلاص ما بقاش معايا فلوس. وانا كمان بقى معايا فلوس زيك بالظبط. وبعت الموتوسيكل وكله كان بارادتك، محدش غصبك عليه. عندك حق انا غلطانه اني وقفت جنبك. كرهتني كل حاجه حلوه بعملها. ايه الحلو اللي انت بتعمله بالظبط؟ بتاكل وتشرب وتنام معايا وتنام. هو ده كويس؟ انت بني ادم فاشل. فاشل في علاقتك بربنا، فاشل في شغلك، فاشل حتى في علاقتك بمراتك، فاشل. انت بتمد ايدك عليا؟ انا لو فاشل انا فاشل عشان انت معايا. انت ست فاشله، انت مش ست اصلا. حتى وانا نايم معاكي ببقى زهقان وطهقان لانك ست جهله. فوق كل ده انت عاقر ما بتخلفيش يا هديل. وانا هتجوز، انا حر هتجوز وهسيبك كده متعلقه زي الكلبه. طلقني يا سيف. مفيش طلاق. انا هسيبك كده متعلقه. يبقى تمشي تطلع بره وما تدخلش البيت ده تاني. انت سامع؟ بيت يعني هتطلعيني من الجنه؟ اقشي يولع بيكي. مسكين داهية.
الو، هي كويسه بس نايمه. حاضر، اول ما تصحى خليها اكلمك على طول. ميرسي، ربنا يخليك. نشكر ربنا. لا لا لا، اكيد هبلغها. سلام. ده واحد اسمه شريف معاكي في الشركه. اه ده مديري. بيطمن عليكي. قلت له ايه؟ ما انت سامعه يا حبيبتي انا قلت له ايه. بصي يا جيل، انا شايفه انك من الاسبوع الجاي لازم ترجعي الشغل. ما تفضليش قاعده كده يا حبيبتي، حاولي تشغلي نفسك. حاضر يا ماما، هشوف. بقول لك ايه يا مصطفى، ممكن تشيل شغل جان لغايه ما ترجع؟ لا مفيش مشكله، يا تاخد الاجازه اللي هي عايزاها. المهم هي عامله ايه دلوقتي؟ والله ماما انت بتقول انها كويسه، لكن انا شايف الحقيقه مش كده، الحاله صعبه شويه. لا جان قويه وهتعرف تعدي التجربه دي على خير، بس هتتعب شويه. تجربه؟ تجربه؟ طالما ما حصلش حاجه تبقى تجربه. يا اخي ده انت متبلد المشاعر قوي يا مصطفى. تبلد المشاعر ليه؟ انا احساسي كده. لا خالص بالعكس، انا حطيت نفسي في مكان جان، ابتديت فعلا الموقف صعب اللي مرت بيه، والفت اغنيه عليها ولحنتها وغنيتها ونزلتها على اليوتيوب وناس كتير وشافتها. مش بقول لك انت ما عندكش اي احساس خالص، البنت تعبانه ومكسوره وانت عمال تغني. يا مستر شريف عادي يا مستر شريف، بص الموضوع مش كده، الموضوع ان انت ازاي بتعبر عن مشاعرك واحساسك في فنك، في حاجه انت بتحبها، وده الفرق ما بين الفنان والانسان العادي. بس جان في الموقف ده يعني ده محل من الاثنين، يا هتطلع من الموقف ده والتجربه دي ضعيفه ومش قادره تعمل اي حاجه ومكسوره، يا اما هتخرج اقوى من الاول. انا شايف كده. انت يا اخي دكتور نفسي ولا مغني ولا بتشتغل بتاع تسويق ولا ايه بالظبط؟ يعني تقدر تقول انسان. انسان انسان بس. طب بقول لك ايه يا عم انسان، يلا نخلص شغلنا ونشوف الموضوع ده بعدين. نخلص شغلنا، شغل انا وجان. ايوه. لا انا بقول بقى ان انت تكلم جان وتكلم مامتها تخليها تفوق بقى من اللي هي فيه ده، تمام، وترجع بقى الشغل بدري، لان كده الشغل كتير والله العظيم يا مستر شريف. حاضر يا مصطفى، حاضر. اوكي. تطمني بقى حاجه؟ اتفضل حضرتك. حضرتك الاستاذ ايهاب جوز علياء؟ ايوه يا فندم، خير. انا معايا حاجات تخص الاستاذ علياء. استاذ علياء؟ طيب اتفضلي حضرتك. خير. انا قلت لك بلاش موضوع رجال الاعمال ده، لان ده بصراحه هيسبب لنا مشاكل كتير معانا. عموما صفاء، انت هتروحي المرتضى تعملي معاه ريبورتاج وتعرضي اهم مشاريعه. هعمل كده، وانا هحاول اكلم حسام اقنعه ويجي يعمل عندنا اعلانات في المجله فور فري. دي فكره حلوه قوي. احلامه احلامه، سايباكوا تحكوا وتقولوا مفيش اي حاجه من اللي انتوا بتقولوها دي هتحصل. امال ايه يعني؟ مش هعمله اللي هو عايزه، يعني ينشر الفيديو مثلا ينجي. على فكره الفيديو عليه تاريخه معايا قسمه الجواز والطلاق. يا انجي الناس مالهاش دعوه، الناس لما بتصدق تلاقي فضيحه. يا حبيبتي الفضيحه مش ليا لوحدي. طب عايز افهم انت عايز تعملي ايه؟ مش عارف، انا بفكر بس محدش يعمل حاجه. انجي دي سمعتك. انا عارف، بس كده كده هو كان هيستخدم الورقه دي ضدي اكيد. انا اللي شجعتها على كده. وانا فالحين طيب انا ماشي، عايز مني حاجه تاني؟ شكرا، ميرسي، ربنا يخليك. العفو على ايه؟ انا لولا بس ان طيارتي كانت بعد الحادثه على طول كنت جيت لك من بدري. انت عملتي اللي عليك بزياده، متشكر قوي. ميرسي. مع السلامه. باي باي. اتفضلي.
أنا قسيت عليها أول مرة دي إنجي، بس هي استفزتني وجرحتني، بس أنا جرحتها أكتر. أنا مديت إيدي عليها. أنتوا الاتنين غلطانين يا سيف، بس أنت أكتر طبعا. أنت كمان يا إنجي؟ آه حتى أنا، بس أنا مش هتكلم في الموضوع ده دلوقت. هتعمل إيه بقى؟ هروح الورشة هبات هناك. ليه الورشة يا سيف؟ يعني هي أخذت كل الفلوس اللي في البيت، أنا هتصرف في الفلوس يعني، هفتح الورشة تاني وهظبط الشغل والدنيا هتمشي. إيه العبط ده؟ إزاي تقول كده وأنا موجودة؟ بص أنت هتقعد معايا هنا لغاية ما تصالح. تفتكري بعد اللي قلناه لبعض ده ممكن يتصالح؟ أي حد في الدنيا عايز حاجة ممكن يعملها. وأنا عايز أقول لك حاجة، يعني أنت رحت وغيرت هدومك وبتاع، هتروح إزاي يعني؟ مفيش مروح. على رأيك أهي قاعدة. أعزائي المشاهدين، يتم الآن تخليد ذكرى إن الأستاذة هبة ادتني أنا الأستاذة علياء تذكرة إلى الأسبوعين، وسط حالة من الفرح والورد والفرحة وكل حاجة حلوة، والجدير من ذكرى كمان إن هبة تذكرة إلى الو. ايوه انت لسه ما جيتش. هبه ممكن تيجي دلوقتي؟ انت بتهرج صح؟ هبه بقول لك تعالي دلوقتي. في حاجه ولا ايه؟ دلوقتي يا هبه. حاضر حاضر. يا نهار حلاوه، ايه بيت الجمال ده؟ وايه المسخره يا هانم اللي انت لابساها من تحت دي؟ ماما هي اللي اصرت البس الفستان ده. هو انت مش لابساها يا ماما؟ انا كنت بقول لك لابساها بس انت مش لابساها. مش الادب. بقول لك يا بنت، امي دي فعلا عندها حق زي القمر. طب ايه الايد الحلوه دي؟ ما تتجوزيني بدل عماد. فهمت. الادب بتاعك. اه صحيح، ده مش هينفع، انت كفتسه وانا مسلمه. خلصت الادب. تمشيها مدني؟ طب عرفي؟ طب رفق؟ اموت في الرفق. جربتي؟ طب ما تجربي. هاتي ايدك، هاتي ايدك، قولي. زوجتك نفسي؟ قولي. مش قايله. على سنة الله ورسوله. انتي عارفه الفستان ده كان ايه؟ لا 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 لا، كان فستان من فساتين شهر العسل. مش هينفع الكلام ده خالص. النهارده مفيش زعل، مفيش نكد، مفيش حزن، مفيش ذكريات، مفيش اي حاجه خالص. النهارده هنفرح ونضحك ونسكر ونرقص ونعمل كل حاجه. انا والبيت ساره محضرين لك ايه برنامج جامد موت، واتفقنا كمان مع البيت هبه انها تيجي واكدت عليها مرتين. يعني النهارده مفيش غير ضحك وبس، اتفقنا؟ ماشي. طب هو في سؤال، تفتكري بقك اكبر ولا بقي اكبر؟ بطلي ما تيجي تقيس ورا العمود. سفله مش فايقالك. عمود انا في الشفايف الكبير. يلا قومي قومي. يلا يلا، العربية مستنيانا في الشارع. يلا يا موز. خضتني في ايه؟ ايه اللي حصل؟ اسكتي خالص. إيهاب على فكرة مش وقت تهريج. ده منظر واحد بيهرج؟ أعزائي المشاهدين، يتم الآن تخليد ذكرى إن الأستاذة هبة ادتني أنا الأستاذة علياء تذكرة إلى الأتوبيس. إيه ده؟ والله العظيم كنت هقول لك. راسي خالص. والله العظيم ما أقصد. إيهاب اسمعني. ما تقصديش يعني إيه؟ اديتيها التذكرة ليه؟ ليه يا هبة؟ ليه؟ ليه؟ اطلع بره بره بره. منصور تعالى. خد كراتين واستاذ سيف من ورا. حاضر.
خلاص بقى يا هبه. ضربني يا ساره وطردني. اهدي بقى، يعني انت كنت عارفه ان ده هيحصل؟ ده انا كنت واخده بس النهارده البابا علشان يوافق عليه. ليه بيحصل انا معايا كده ليه؟ بقول لك ايه، بصي بقى، التوقيت اللي جت فيه البنت دي ودته الكاميرا لازم يخليكي تفكري وما تزعليش يا بنتي. ربنا بيعمل كده عشان اكيد شايفه ان الجوازه دي ما تنفعش. انا ابتديت احبه. اتفضلي يا برنسيسة. بقول لك ايه، احنا النهارده اتفقنا ضحك وعربده وسكر وتهييس وبس. اوكي اتفقنا. اتفقنا. يلا بينا على المأذون. هتلاقيهم قاعدين مستنيانا. بوبا الملعون، ايه ده؟ يخرب بيت عقلك، مالك؟ في ايه؟ انا ضربت وطردت يا آية. مين اللي ضربك؟ ايهاب. ايهاب بتاع الورد؟ اه. ليه يا حبيبتي؟ واحده كانت معاها الكاميرا بتاعت عليها، جت وجابتها له وفيها فيديو. ازيكم يا بنات؟ هبه مش وشي يا حبيبتي كده، هما مش هيفهموا اي حاجه. ماشي. طب بالراحه كده احكي، يلا بالراحه. واحدة كانت معاها الكاميرا بتاعت عليا، جت وجابتها له وفيها فيديو مصوراها عليا وهي بتاخد مني التذكرة. بس جابني وضربني عنده وطردني. يا حبيبتي حبيته، حبيته. ليه بيحصل معايا كده ليه؟ بس يا حبيبتي بس اهدي بابا، اهدي بقى عشان خاطري. اهدي يا اهدي عشان خاطري. خلاص بقى يا جماعة. طب يلا قولوا تشربوا ايه؟ برافو عليكي، عايزين نغير المود الكئيب ده. بصوا أنا مجهزة لكم إزازة جامدة جدا وقوية جدا، فعايزة أتفق معاكم اتفاق. مفيش ترجيع، مفيش أفورة، واللي هيحصله كده مش هيروح وهيبات عندي في البيت هنا، فاهمين؟ فاهمة؟ الله، وبتقولي أنا ليه يعني؟ الله، بقول لك أهو. إيه يا جان؟ رؤي بقى أنتِ كمان. معلش. انا عارفه ان انت متضايقه وليكي حق وكلنا حاسين بيكي، بس رؤيا عشان خاطري. جو، عندكم ايه جميله جدا انا مش هقولك عليها، انت اكيد عارفاها، ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، صح ولا لا؟ عارفاها يا ساره، حافظوها كمان. بس اللي حصل لي ده كارثه. لا 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 لا، كفايه كده يا جماعه، العيال ديت مش هتفوق غير لما تسكر. بقول لكم ايه، ما تيجوا نسكر ونعمل ستريب شو. اوه لا لا لا، قله الادب دي. لا لا. يا جماعه على فكره انا شاكه فيها من زمان البنت دي، انت مالكيش في الرجاله اصلا. الرجاله هي اللي مالهاش فيا يا ماما. وبعدين ليهم في الرجاله، اخدوا ايه يعني؟ لا من ناحيه اخدوا يا حبيبتي، هم اخدوا كتير ولا ايه يا جو؟ صح يا بابا. لا لا، بوبا الملعونة دي بقى أكتر واحدة بتاخد خوازيق في حياتها. وسعي بقى، عايزة أربع قعدتي المفضلة. شايفين شكلكم أحلى زي ما أنتوا بتضحكوا؟ آه والله. زعلانين مش كده؟ إيه المشكلة؟ كل مشكلة وليها حل. بس من غير زعل، ها؟ ولا عياط. دي هديل. هديل؟ سيف هيتجوز عليا. 3 من البيت.
مش مصدق. ممكن تهدي؟ قال لي انت حقر. انا مش عارفه من سلمى. انا اسفه، ما تزعليش مني. انا رحت لك الكنيسه بس انت كنت مشيتي. كنت عايزه اقول لك ما تزعليش مني. انت بتعملي ايه هنا؟ انت فين جوزك؟ هو مش كان في هاني مون؟ لا ما بقاش في هاني مون. انا عم بتستني في الكنيسه، سابني وسط كل الناس ومشي. في الكنيسه؟ ميلة قوي. لا بجد كفاية، بجد كفاية. أنا بجد النهاردة أعصابي تعبت منكم، حرام عليكم. هو إيه اللي حصل فينا يا جماعة؟ أنت هتقعدي تعددي أنت كمان؟ ده أنا معتمدة عليك أنت يا شيخة. معتمدة عليا في إيه يا شيخة؟ ده أنا أعصابي باظت. أنتوا عارفين فكرتوني بإيه؟ فكرتوني بيوم نتيجة تالتة إعدادي، لما جيتوا عندي البيت هنا وكلنا كنا ساقطين وجايبين مجاميع وحشه، كلكم قعدتوا تعيطوا زي النهارده بالظبط الا انا، مع اني كنت جايبه اسوأ مجموعه فيكم. يا بنتي طول عمرك فاشله اصلا. هي البنت دي الدحيحه، قال ايه كانت هاريه نفسها من العياط. يا نهار ابيض، انا اجيب 97%؟ مش ممكن، المفروض اجيب 99. يخرب بيتك. لا ولا هدي هدي العالي التالت عليني ثلاث مرات. انت ضايعه يا بنتي، في حد في ذمتك يعني التالتة اعدادي ثلاث مرات؟ ايه يا هبله؟ انا اللي عدتها تالتة اعدادي مرتين، انما اقول الثانوي ثلاث مرات. لا ما شاء الله يا حبيبتي قوي. لا تفرق كتير معايا. وانا كنت جايبه ملحق انجليزي. برافو عليك، تربيه البنت دي. يعني انت لسه زي ما انتوا ما اتغيرتوش. اه للاسف. نفس الضحك ونفس العياط. تعالوا عامله لكم مفاجاه، هوريكم حاجه. حاسبي اوعي. بالراحه يا بنتي. لا ما تحاسبي، البنطلون هيتفرتك. يا يخي بقى على وسعه شويه. اي خلاص. لا يا موت انا بقفل. خلاص خلاص. ترى ايه رايكم في الصور دي؟ يا نهار ابيض، جبتي الصور دي منين؟ عملت لهم سكان وحطيتهم على اللابتوب. يا ساتر يا رب، دي هديل دي يخرب بيت ام الفلح. فلح؟ هو انت تعرفي تلبسي زيي اصلا؟ مش قادره اصدق. البت الجن طالع لها شنب. بنتي يا جن ده شنب بجد؟ لا ايش، انت مش شايفه يا بنتي عواجبك اصلا شبه عفوكوش. لا كنت قمر، هما لابقين في بعض. اه بس قمر برضه. قمر وحوله. يلا يلا تعالوا نشرب شويه. يلا ايه ده، انت صدمتيني. الصور دي لازم تختفي. يا اما هخفيك انت. هزنكم بيها يعني. اه بجد دي مهله. اسكارو اسكارو اسكارو. اه شو امي اللي بتلبسني؟ اشربي. لا لا الكحول الكحول. شمي كده. انت خلعت الحجاب؟ خلعت حجابك؟ لا انا اصلي نسيت البس وانا نازله. عايزه ايه؟ ايه؟ مش لابسه تاني. انت حره يا ديلي حبيبتي، ما تلبسهوش. بس انا لبسته عشان يبقى احسن. ولما بقى احسن رايح يتجوز عليا. معلش يا حبيبتي ما تزعليش. لا انا ظالم. ليه؟ عشان انت ما كلمتنيش تحكي لي. انت كنت عايزاني اكلمك اقول لك ايه بس؟ اللي حصل. اللي حصل ما تحكيش يا هديل، ما تحكيش. بقول لكم ايه؟
هقول لك ايه؟ حطي حطي حطي. ها؟ خدي اشربي. في ايه؟ قولي. اه اشربي بقى. هات. قلقانك انك نسيت البس الحجاب. حزينه نسيت الموبايل في البيت. انا موبايلي بيرن. هو فين في الزحمه دي؟ خلاص يا هديه. ايه دي اول مره تشربي يا ماما؟ رجعي كده روحي. نتقلب بدري بدري كده. هي بتقلب كده مع اللي بيشرب اول مره على فكره واخر مره. هي هتعيط ولا ايه؟ هو براحتك. خلاص خلاص خلاص. ها ما جبتيش الاخ ليه؟ لا خلاص مش عايزه اجيبه. ليه؟ ما انا لاحظت امبارح انك مش عايز تشوفه. حسيتي؟ حسيت ازاي يعني؟ شوف يا بنتي، انا هعتبر بقى ان كلامك ده صح. انا فعلا ما كنتش عايز اشوفه. اه لاني خلاص يا هبه انا رتبت لك يا حبيبتي حياتك بشكل جديد. اه شكل اوانك هتحبيه قوي. مش فاهمه. انا بقى يا ست جبت لك الشريك بتاع المصنع بتاعك زي ما وعدتك. اه وقلت لك وكمان عريس. يعني جايب لي شخصين انا ما اعرفهمش، واحد شريك والتاني عريس. ده ايه الجمال ده؟ مين قال ان هما اتنين؟ هما واحد، شريك وعريس. اتنين في واحد يعني. على العموم نتكلم بقى بكره، لان ما ينفعش نتكلم كده في التليفون. ها بس انا مش موافقه. ايه يا هبه؟ ما يا بنتي لازم تشوفي وتعرفي. ما انا سايبك يا حبيبتي تعملي اللي انت عايزاه، ما قلتش حاجه انا. بعدين انا بقى بصراحه لازم اتدخل. اه اتدخل. ما انت يا حبيبي تقلبي، انت مش ممكن تقعدي بالشكل ده. كده اللي هو ايه يا بابا؟ كده اللي هو كده. الله. معلش يا بنتي نتكلم بعدين. ايه ده؟ انت فين؟ انا عند ساره صاحبتي. وعندكم كده الدوشه دي كده؟ ما تقلقش على بنتك. مش قلقان يا عيون بابا. ربنا يخليكي لبابا يا حبيبتي. يلا مع السلامة. هاي ربنا يهدي ربنا يهدي. أنا جات لي فكرة. تعالي يا بو بصوا بقى، أنا هشغل أغنية دي وهنتصور كلنا بالكاميرا دي. ها قولي باي. ايه في ايه يا ماما؟ الكاميرا عادي، كاميرا لابتوب. وبعدين وبعدين هرفعها على اليوتيوب. نعمل فيديو كليب وانا اتطلع وانا اتفتح. لا 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 بصي بس ثانيه واحده والنبي. دلوقتي هديل وجان هيعملوا زي ما انا هعمل بالظبط. انا بصمم رقصه انا دلوقتي. ركزي. وهنا هتعمل زي ايه؟ يعني ايه؟ ايه الغباوه دي؟ اعملي زي ما انا بعمل يا هديل، مش محتاجه تفكير. هنعمل كده وبعدين هنعمل كده. هنفضل كده ولا هنرجع؟ ارجعي لوحدك يا هديل. مش بقى ولا ارجعي كده؟ ارجعي كده مع المزيكا. يلا هديل. نمتي؟ كده يا بنتي من بدري. بصي يا روحي كده اعملي يا شوفي. اوكي كده كده. ايوه انا روحي اشربي ايدك. لا انا بتحرك. طيب افتحي يا ورده. اقفلي يا ورده. افتحي. واحد اثنين. جاهزين؟ روح هناك. روح هناك. روح هناك. روح هناك. هناك. فتحي فتحي كده. فتحي. واحد اثنين ثلاثه. اسمع.
صباح الخير. يا صباح الخير على الخير. جبت كويس؟ ناوليني ناوليني الازازه دي. هو انت لسه تعبان؟ بابا احنا لازم نروح الدكتور. الدكتور؟ ان شاء الله ان شاء الله. دواء ايه ده اللي بتاخده؟ ده دواء مغص بيريحني يا بنتي. واد زي الفل. ابوه كان صديق ليا من زمان، من 30 سنة. ما فيهوش غلطة واحدة. بابا انت ازاي تفكر اني ممكن اتجوز بالطريقة دي؟ الله، ما تشوفيه الاول، وبعدين انتوا هتتجوزوا على طول. انتوا لسه هتتخطبوا وتتعرفوا على بعض. وبعدين ابوه بعت لي 8 مليون جنيه. وحطيت زيهم وجبنا الارض بتاعت المصنع. المصنع؟ مش ده اللي كان نفسك فيه يا بنت؟ بس عايز اعمله لوحدي. مش هينفع تعمليه لوحدك، لازم حد يكون، لازم حد يكون معاكي. وانت حكمت عليا ازاي اني مش هعرف؟ طب ازاي هتوفقي بقى بين شغلك وبين المصنع؟ لازم الواد هاني يكون معاكي. هاني؟ عايزك يا بنت. انا اصلا ما بحبش الاسم ده. انت تتجوزيه ولا تتجوزي اسمه؟ وبعدين ده اسمه هاني. هاني اسم مزيكات يا بنت. وبعدين تبقي تدلعي يا ستي وتقولي له يا ابو كمال. روح يا ابو كمال، تعالى يا ابو كمال، اقعد يا ابو كمال. وبعدين كفاكي مظاهر بقى. ابو كمال ايه بس يا بابا؟ انا مش عايزه الموضوع ده. اسمعي بقى يا بنت صلبي، انا سبتك الفتره اللي فاتت دي تخبطي في الدنيا وتخبط فيكي بالطول وبالعرض، واديتك الفرصه كامله كامله، وانا قلتها لك امبارح وهقولها لك كل يوم. مره واحده بس، امشي ورا ابوكي، امشي ورا ابوكي. ولو ما عجبكيش، لو ما عجبكيش ما تعمليش. مش هغصب عليكي تعملي اي حاجه غصب عنك، بس لازم اشوفك بتحاولي، بتحاولي بجد. بس دي حياتي وانا من حق اختار. تمام تمام، هي حياتك، بس ادي كمان ابوكي فرصه انه يساعدك في اختيار الحياه ديت، ولو مش تمام خلاص. ماشي يا بابا، يعني لو قلت لا مش هتزعل؟ مش هزعل. يا بنت انت هتلعبي لعب الصياعه ده على ابوك يا بنت؟ ما انت ممكن تشوفيه كده على طول وترفضيه. اهبل انا. صدقيني صدقيني يا هبه يا بنتي، خليك عاقله وهتدعي لي. وده هشوفه امتى ان شاء الله؟ يوم يومين بالكتير. الواد سافر امريكا بيخلص شغله. وجاي وهتشوفيه. وهو موافق انه يرتبط بالطريقه دي؟ طب واد مؤدب بيسمع كلام ابوه مش زيك. انت شفته؟ شفته. واد راجل يسد عين الشمس. يعني ايه سد عين الشمس؟ ممكن تشرح لي؟ هي مش الشمس ليها عين، هو بقى بيسد عين الشمس. يا بنت اختيش يا بنت، هتشوفيه لما يجي. قلنا راجل. يو بقى يا بابا يا ماما. خلي بابا بقى تنفعك. ماله هاني؟ ابوك بيقول انه زي الفل. الله، لا ده انا معمول عليا كومبينه بقى. ايه الكومبينه دي؟ بلدي قوي. بقول لك ايه يا حاج، انا بفكر نجيب لها حد يعلمها الكتيتيت. الكتشيكيت يا وليه، الكتشيكيت. هتغلط الكتشيكيت. كتشيكيت. قولي قولي كتشيكيت. قولي قولي كتشيكيت. 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 تتعلمي ده. ماشي. لا يا روحي، انت اللي عندي. سكرتي امبارح طينه ودلقتي فجاه. ليه كده؟ بتحصل كتير. كتير. قوليلي
وراكي حاجة النهاردة؟ عندي مشوار مهم عايزة أعمله، عايزة أطلع على الجاليري بعد كده. سارة أنا ما بقتش أعمل شغل. ليه كده يا دي؟ فشل وماشية ورا واحد ما يستاهلش. ياه هدي الهانم بتعترف انها غلطانة؟ ده القيامة هتقوم يا جدعان. بس ده في حد ذاته انجاز. ما تزعليش على الغلط، اكيد هتتعلمي من الفترة اللي فاتت. اكيد. انت عارفة ان انا الفترة اللي فاتت عرفت حاجات عن ربنا ما كنتش اعرفها قبل كده. طب حلو، بس المهم تكون حاجات صح، عشان اللي بيتكلموا في الدين اليومين دول كتير قوي، نصهم بيحط لك السم في العسل. بس اكيد انا هعرف اميز بين ده وده. يا ريت يا دوت. بس هو مستاهلش اي حاجة. حاولت اخليه يبقى كويس معرفتش، لكن انا علاقتي بربنا كويسة. اي نعم مش متدينة قوي، لكن براعي ضميري في حاجات كتير. انت هتقولي لي والله احلى حاجة فيك انك يا ابيض يا اسود، ما عندكيش وسط. لكن هو ما يستاهلش حاجة. بقولك ايه يا هديل، محدش بيتحجب عشان يشجع حد، ومحدش بيصلي عشان يعجب جوزه. الانسان بيعمل ده عشان ربنا وبس، مش عشان حد تاني. صح. قولي لي هتعملي ايه بعد الشغل؟ ليه؟ عايزه مني ايه؟ يا ساتر. الله 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 الله. انت اوعي. نمت كويس؟ الحمد لله تمام. طب الحمد لله. بص يا انجي، انا لازم امشي، انا مش هقدر اقعد كتير عندك، انا بفكر اخد شقه. لا مش هتعمل كده. بصي هديل لمت كل حاجتي من البيت وديتها لي على الورشه، ومن غير ما افكر كده اكيد غيرت الكالون كمان، وده شيء منطقي فيلة ابوها. انت هتقعد هنا 3 4 ايام وبعدين تروح تقعد مع مراتك. اقعد مع مراتي؟ انسي الكلام ده يا انجي، لا انا هقدر اعيش مع الست دي ولا هي كمان هتقدر تعيش معايا بعد كده. سيف انت بتحبها ولا لا؟ بتحبها ولا لا؟ مش عارف انجي. مش عارف ازاي؟ اكيد بتحبها، وهي كمان يعني واحده سابت شغلها وسابت حياتها وراحت اتحجبت عشان بس انت قلت لها كده. مش بس بتحبك، اكيد بتموت فيك. بص يا سيف انا مش هسيبك تبوظ حياتك. انت عايزاني اعمل ايه دلوقتي؟ لا هقول لك بعدين تعمل ايه، بس دلوقتي انا عايزاك تركز في حياتك وفي شغلك، وطبعا تفضل ملتزم بعلاقتك بربنا وكل حاجه، بس وانت بتشتغل مش وانت ما بتشتغلش. اكيد هيحصل. انت فكرت في المصيبه اللي عندي؟ لسه ما فكرتش، الموضوع محتاج ترتيب وتفكير اكتر من كده. انا هموت يا سيف، ما نمتش من امبارح، دماغي هتنفجر. الموضوع صعب بجد، بس اكيد هنلاقي حل. يا رب يا سيف. على فكره اكل تحفه، انت فايتك كتير. ممكن تاكلي وانت ساكته؟ قومي يا بنت. ايه النيله دي؟ انا ناقصاكي الحق عليا ان انا قلت لكم دي وتاكلوا معايا. وانا حق عليا اني كلمتك اصلا. يا ساتر. على فكره الموضوع مش وحش خالص لو فكرتي فيه. انت محتاجه ده، انت بتحبي على روحك اساسا. انا بحب على روحي؟ طبعا يا روحي بتحبي على روحك، ده انت حبيتي واحد اسمه ايهاب، ازاي اساسا يعني؟ اخر واحد كنت اتخيل ان انت تحبيه ويحبك ايهاب، جربي هاني، عادي مفيش مشكله. هاني. اسمي غتت، هاني. اسمه هاني، تخيلي. لعلمك بقى. ايام الشقاوة عرفت اتنين هاني كانوا جامدين جدا. مش هتبطلي قلة أدب؟ لا. طب تعالي هنا بقالك يومين كده دمك خفيف ومودك حلو. النظام. يا ساتر الله اكبر. لا بجد انا كده يا ستي لما ما بيبقاش عندي شغل ببقى مبسوطه ودي زاري، بحب اخرج واكل واتبسط عادي. انت بقى مالك زعلانه؟
زعلانة عشان بابا حطني قدام الأمر الواقع. كمان دخلوا معانا الشريك من غير ما يقول لي. لا هي حاجة تزعل. صح؟ والله حاجة تزعل. بس يمكن باباك ليه نظرة. بس بقيش الأحداث. أكل إيه بقى؟ مش قلت لك مش عايزة آكل؟ عنك ما طفحتي. يا ساتر. آكل لوحدي. أكل جميل. أهلاً. اهلا هلو اتفضلي ناقصه انا كوكتيل كآبه داخل علينا يا ساتر. السلام عليكم. مساء الخير. وعليكم السلام. مساء النور. انتوا رجعتوا لبعض امتى؟ كلمتك الصبح وما رديتيش ليه؟ انا الصبح رحت الكنيسه. مره واحده مسيحيه قابلت واحده مسلمه ما بتحبش الكفتسه جم ياكلوا مع بعض. بقول لك انا مش ناقصاكي وعلى المسرح وهقوم لك انا مش طايقه نفسي. خلاص يا دودة بهزر معاكي يا حاجه في ايه؟ هروح. بس يا دودة بحبك وكتاب الله وكتاب الله بحبك وبحبك انت كمان وكتاب الله. ولا عشان انت كمان مسيحيه ما اقولكيش وكتاب الله حرام بقى. هي بنت جزمه اصلا جزمه يعني مش عارفه. مالك يا جان؟ شايله طاجن ستك ليه يا حبيبتي؟ ممكن تتكلموا معايا بجد شويه؟ عشان بجد انا محتاجه تتكلموا معايا. انا يا جماعه مش عارفه افكر. انا دماغي واقفه. يعني حاولت اطلع من المود اللي انا فيه. لبست وعملت شعري وعملت مكياج ورحت الكنيسه. بحاول اكلمكم بحاول اشوفكم مش عارفه افكر دماغي واقفه حاسه اني مشلوله. انا مش عارفه افكر انا تعبانه مخنوقه. جيت اقابلكم عشان تتكلموا معايا حد يلاقي لي حل في اللي انا فيه حد يقف جنبي. انا بجد تعبانه مخنوقه. انا خلاص بقى عايزه ايه؟ افصلي يا ساتر ارجعي الشغل. لا لازم تشتغلي. ارتاحي او خدي بريك. خلاص عندك اثنين ارتاحي وواحد. انا ما قلتش ارتاحي. امال قلتي ايه؟ انا قلت بريك. بريك. فكري. لا فكري في ايه ماما؟ فكريش الموضوع محسوم. اسمعي كلامي انا طبعا. دي واحده متقدم لها عريس اسمه هاني. اسمعي كلامها ازاي؟ ودي اساسا ما بتحبش الكفاتسه. انا ما بحبش الكفاتسه؟ ما بتحبيهمش يا بنتي في كده ما بتحبيهمش هجيب. لا معروفه يا جن انا ما بفهمكمش. يعني انت ما بتفهمينيش؟ احيانا يعني يا جن. قولي لي انت فعلا اتقدم لك عريس؟ ليه كده هدي؟ ده غير اللي كانت علقه امبارح. واسمه هاني. معروف ايه؟ واين بقى. واين ده حاله وقت الواين. ومن امتى بتشربي بره ان شاء الله؟ واين واين عادي ازازه صغيره ازازه عادي. تشربي حاجه؟ واين مش عيب. مش عارفه بس احنا مخنوقين. ولا بيره مش كده؟ اه انا حسيت الواين هيكتم على انفاسي. هيهبطك. طيب يعني انت هتشربي واين؟ انا واين. مش واين. لا انا لسه راجعه من الكنيسه ما تسالنيش بقى حرام وحلال وتدخليني في كارثه. يعني انت هتشربي بيره؟ طب انا دلوقتي مش مشكلتي انتوا هتشربوا. يعني انتوا مبسوطين انتوا كويسين لكن انا تعبانه. انا محتاجه ان انتوا تتكلموا معايا. فكروا معايا كده قولوا لي اطلع من اللي انا فيه ده. انا فعلا مش عارفه اطلع من اللي انا فيه. انا بجد محتاجه تتكلمي معايا بجد. تكلمي معايا شويه. طب انت فهميني المفروض انا اعمل ايه؟ طب يعني سيبك من مشكلتك اقفي جنبي شويه. مش ممكن مش ممكن. انتوا مش صحابي بجد مش صحابي. ما ينفعش اللي انتوا بتعملوه ده معايا. طب كلموني انا جاي اتكلم معاكم. وانت بتنفخي ليه دلوقتي؟ المفروض تتكلمي معايا انا. انتوا هنا كلموني. طب اكلم مين؟ انت رايحه فين؟ انتوا هتسيبوني وتمشوا؟ ينفع يعني لا اصحاب نافع ولا شغل نافع ولا جواز نافع؟ طب مش هتشربوا وين؟ طب بص بقى بما انك الراجل الوحيد اللي وسطينا تفتكر ايه اللي يخلي راجل زي ده يصور مراته وهو معاها ويساومها كمان؟ مش ده السؤال. السؤال الاهم هو مرتضى لما قرر يصور انجي كان قصده انه يساومها؟ اكيد طبعا. لا طبعا لان شيء مش منطقي. الاتنين متجوزين هيساومها على ايه؟ الا بقى لو كان بيقرا الغيب وعارف ان هم هيتطلقوا بعد شويه او انجي هتفتح مجله وتهاجمه في مقاله ساعتها كان يبقى في مبرر انه يساومها. عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان راجل زي ده لما يصور مراته في اوضه النوم ده راجل مريض. مريض؟ عنده برد مثلا؟ لا عنده نقص. مفيش راجل يصور مراته او حتى صاحبته او حتى واحده من الشارع الا ما يكون مريض نفسيا وعنده نقص. ايوه فعلا كان مريض نفسيا. وانت ازاي ما عرفتيش انجي؟ عرفته لما اتجوزت. في حاجات كتير قوي ما تقدريش تعرفيها غير لما بيتقفل الباب عليكي انت وجوزك. طيب بما ان انا الراجل بقى الوحيد اللي في وسطيكم عايز اسال البنات سؤال. كنتوا هتعملوا ايه لو انتوا مكان انجي؟ انا شخصيا هاخده على قد عقله بس وديني لانتقم منه في حاجات تانية. صفاء
هعمل اللي هو عايزه واخد النسخه اللي معايا. يا فلحه، طب امك يبقى عنده نسخ تاني. اه صحيح، انا غبيه قوي. صح، انا بقى لو مكان انزي ارجع له تاني واقرب منه واتجوزه واخرب بيته واخد اللي وراه واللي قدامه واسيبه. هو ضيع حياتي ووقتي وعمري وكل حاجه، وفي الاخر ممكن ما اعرفش اوصل للي انت بتقولي عليه ده. طب انت ناويه تعملي ايه يا انجي؟ خلاص انا لقيت حل. لا هقوله لكم طبعا، بس عايزه اسال الاول سيف سؤال. سواء يكون سؤال محرج. قولي لو هديل هي اللي صورتك وطلعت الفيديو ده على اليوتيوب هتزعل؟ انا هزعل عشان هي موجوده في السي دي مش عشان انا موجود في السي دي. ده بالظبط الاجابه اللي انا مستنياها. مجتمع ذكوري مريض، انت اول واحد مريض فيهم. الله الله، ليه كده يا انجي؟ ده حقيقي. ده مش معقول يعني انا ابقى متجوزاه ويظهر الفيديو ده قدام كل الناس، هو تمام محترم وكل حاجه، وانا اللي اتفضح لمجرد ان انا ست؟ حاجه قذره جدا يعني. ما انا قلت لك ان هو راجل مريض، وده مجتمع ليه مفاهيم مختلفه. كانك اول مره تعرفي انجي، اذا كان انت كاتبه عندها ولا نسيتي؟ لا ما نسيتش، بس مستغربه ليه يعني. يا ساتر، تفكير ذكوري بحت، سيء سيء جدا. بس في مميزات برضه مش كله عيوب. قولي ميزه واحده. ايه واحده؟ يعني ان ياخد باله منك، يحترمك، يقدسك. اي كلام بيقول، اي كلام. يعني عايزه اقول لك حاجه، يعني انا مثلا عشان مرتضى بيحترمني وبيحبني وبيحافظ على قدسيتي طلعني ملط قدام الناس؟ يعني انا مثلا اتجوزتك اكتشفت ان انت قواد. الله يحفظك. لا بجد. خلاص، وانت امرتني ان انا انزل اشتغل معاك عشان اجيب لك فلوس للبيت، يبقى خلاص كده تمام؟ سمعت كلامك ومفيش اي حاجه لمجرد ان انت بتحافظ على قدسيتي واحترامي؟ والظاهر ان انا وقعت في مصيده مش هخلص معاكم. وعلى فكره كلكم شخصيات مستفزه جدا. حقيقي. انت عارفه المشكله ايه؟ ان انتوا فاكرين نفسكم ملايكه، وانتوا يعني ما بتغلطوش ابدا؟ لا بنغلط، بس انتوا بتغلطوا اكتر. نفرض ان انا وحش، مين اللي ربيتني؟ مش واحده ست اللي هي امي؟ يبقى كلهم وحشين؟ لا 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 لا، شغل الشماعات. ايه ده؟ سيف والشماعات يعلق اي حاجه على اي غلطه، ملوش علاقه على فكره. يا بنات اهدوا بس، سيبونا اتكلم، سيبونا اتكلم، اديني فرصه. اتكلم الصوت. مفيش حاجه غريبه جدا يا لهوي. جبابره، مش انت بس اللي بتعمل كده، كلكم كده. غريبه. اشرب. مفطرين. مش عارفه انا ايه. ربنا بلاها بيها الرجاله دي. أعتذر لكم عن الوقت اللي فات، وكل اللي بطلبه منكم دلوقتي إن إحنا عايزين نشتغل قوي، عايز أعوض كل الوقت اللي فات. أنا عندي أوردرز كتير بس عايزة أقدمها بدري. على فكرة أنا زودت النسبة بتاعتكم، بقت 3%. عايزاكم تشدوا حيلكم. ان شاء الله يا استاذه هنكون عند حسن ظنك. هو انت بالذات يا عم محمد، لو هتدعي لي يبقى كل حاجه هتبقى كويسه ان شاء الله. ربنا يوفقك يا بنتي ويفتح لك كل ابواب ان شاء الله الصالح ليكي ولشغلك. اللهم بقى امين يا رب. ما تقولي يا رب انت وهي. يا رب. عايزة ايه؟ هو التغيير ده ليه؟ مش مهم، مهم انت مبسوطة؟ طب من ناحية مبسوطة فأنا مبسوطة. مش عارفة ليه حاسة كده انك مبسوطة من حاجة تانية غير الشغل. السلام عليكي، دايما بتفهميني. طب قوليلي، كويس ولا نيلة زي اللي قبله؟ تعرفي قريب. طب يلا قومي، عايزة تركيز في الشغل، عايزة أعوض كل اللي فات. أوكي؟ وحشتيني.
الخير. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. حاسب يا حمار انت. اسف يا فندم، اسف. بغل ماشي. محمود جهزت لي التقارير وطلبتها منك. يا ابني بكلمك. حاضر. صباح الخير. صباح النور يا ريس. ايه مالك فيه؟ لا انا كويس تمام، بس عندي احساس كده ان في حاجه غريبه حاصله في القناه، يعني مش عارف احساس. هي لسه هي بتقولي نفس الموضوع، بتقولي انها حاسه ان في حاجه غريبه، بس انا برضو ما اعرفش في ايه. هو مجرد احساس، انا مش عارفه اكده ولا ما فيه، مش عارفه احساس يعني. طيب اروح انا اشوف في ايه، عشان لو في حاجه انا اعرفها، رغم ان انا مش حاسس اي حاجه. لا لا لا، خليك انت، انت مش هتعرف. زين اخرج كده واقف مع اصحابك اللي بشوفهم دول، دردش معاهم كده وشوف لنا الموضوع عامل ازاي. امرني عليك. ماشي، بس ايه، حاول توقعهم في الكلام. زين وقعهم في الكلام، مش على الارض. مش على الارض، في الكلام. في الكلام. ها استرس في الكلام. ممكن اخرج الاقيهم مش هتحيهم ده حقيقي. خلاص خليك حويط. حويط مش عبيط. عبيط انت هتفضل تعيد ورايا الكلام ولا؟ يلا حويط. ماشي معليك. محسسني ان انا فرح براحتك. حويط. عبيط. وصلنا لايه في البرنامج؟ ورينا يا فتحي. بص كارس، لابس حاجه غريبه جدا صحيح النهارده، مش عارف الجهاز يكون طبيعي وانا اللي متهيألي، بس هي كمان بتقول انها حست الاحساس ده. مش كده؟ اه. خلاص يا عم، صباح الفل يا عم زغلول. صباح الفل يا عم زين. الله، ومالك بتقولها كده من تحت درسك يعني؟ عادي بقى يعني. عادي بقى يعني؟ وفي الحكايه يا عم؟ انا مش فاهم حاجه. خد ليش يعني؟ في يا عم؟ بص يا عم زين، انا بحبك وبعزك انت والاستاذ بتاعك، بس لما توصل للسكه دي يبقى عيب قوي. هو ايه اللي عيب قوي وكده؟ انا مش فاهم حاجه. اعمل نفسك ما انتش عارف. الله، ما تخليك صريح معايا وبقى تجيلي في الدغري وبلاش الشغل التحوير ده يا عم زغلول. بقى يا راجل، الاستاذ بتاعك والست ايه؟ انا ماشيين لمؤاخذه في الحرام، وانت راضي تشتغل معايا؟ مين اللي قال كده؟ كل المحطه بتقول كده، وانا كنت فاكرك راجل زينا تطلع لمؤاخذه اوراني. اوراني؟ اه يا عم زين. تصدق وتأمن بالله؟ ايه يا عم زين؟ اهدى يا عم زين. لولا ان انت حبيبي. ايه ده يا عم زين؟ عز عليا. ايه ده يا عم زين؟ انا كنت عملت معاك الصح. ايه ده يا عم زين؟ سام ازيك؟ انا جايه لك عشان تساعدني في حاجه مهمه قوي. ما تحاوليش مكالمات دلوقتي. مالك؟ عايز اتكلم معاك. حد منعك؟ بص بقى، انا عايز اسطر البنت باي طريقه، الناس هتاكل وشنا. ناس؟ ناس ايه؟ انا ما يهمنيش الناس، اهم حاجه انا بنت كويسه واكيد هتتسطر. اختك جايبه عريس لجام، دكتور عايش في استراليا، وهينزل مصر الاسبوع الجاي وممكن يشوفها. يشوفها ده ايه؟ انا بنتي ما تبعدش عني ولا تسافر خطوة. فكر في مصلحة بنتك، مش مهم احنا، المهم انها تتسطر. تتسطر؟ انت مكبرة الحكاية كده ليه؟ أنا عايز أفهم. يا ممكن تقولي لي إيه اللي في دماغك؟ عايزاها تشوفه. مش ممكن بنت تشوفه، ومش هترضى أبداً تشوفه. لا، لازم عشان مصلحتها ترضى. هي مين دي اللي ترضى؟ بنت دكتورة جديدة عندي في الصيدلية، حدد لها مرتب ولازم توافق عليه. لا يا جان، باباكي بيضحك عليكي، عمتك جايبه لك عريس كويس وانا عايزاكي تشوفيه. طب يا ماما بعد اذنك انا هعتبر نفسي ما سمعتش حاجه. ليه بقى؟ علشان انا مش عايزه ارسالها دلوقتي ولا بعدين. يعني ايه ولا بعدين؟ انا مش عايزه اكلم مع حد.
مش عايزه البس واتمكيج واتكلف واجامل واتعامل برقه. انا مش هكذب على حد تاني، انا مش عايزه امثل تاني. هو انت كنت بتمثلي على عماد؟ كنت بمثل على عماد. في حد فيكم سأل نفسه عماد سابني ليه؟ عشان ناقص. لا، عماد سابني انا علشان ما رضيتش اتمثل. وانت تتنزلي ليه عن اي حاجه؟ انت فيكي ايه وحش عشان تتنزلي؟ لو سمحتي ما تكدبيش عليا ولا على نفسك. انا كنت حبيت عماد كنت اتنزلت، بس انا ما حبيتوش. لما انت ما حبيتهوش رازتينا بيه ليه؟ علشان كنت فاكره اني احبه. مش لازم تحب عشان تتجوزي. لا، لازم احب عشان اتجوز. انا عارفه اني هتعب شويه بس انا هستحمل. انا لسه قويه زي ما انا، مش هسمح لاي حاجه تكسرني تحت اي مسمى. عمري ما هتكسر ابدا. في حاجه في دماغي، لو صح يبقى صاحبنا قضى على نفسه. صاحبنا مين؟ مش فاهم. استاذ حمزه هشام عبد الحميد الواطي هو اللي ورا الموضوع ده كله. بتضحك عليا يا ريس؟ عادي خليه يضحك، هو فرق معاه حاجه؟ ما احنا قلت مجتمع ذكوري، احنا بس اللي بنتصاب الستات. انا اللي سافله. اخرسي. فتحي شريف جه؟ لسه يا ريس. كويس قوي، يلا نرجع لموضوعنا نتكلم في البرنامج وسيبك الموضوع ده كله خالص. معلش يا استاذ حمزه انا مش هقدر. لا انا مش عايز اي تهور، اهدى كده ويلا. معلش لازم حد يوقف عند حد يا ريس، هستاذنك يا ريس. انت يا ابني. معلش يا استاذ. انت زعلانه ليه؟ انا مش زعلانه، انا قرفانه من الناس. بتتكلمي وكانك اول مره تعرفي الناس. اي حد في الدنيا بيبقى عايز يعرف اي حاجه وحشه عن الناس عشان يبقى مبرر انه ينهش فيهم. بس الحقيقه انا مش شغلاني الناس، اسهل حاجه في الدنيا انهم ينسوا. انت متاكده انك هتقدري تعملي كده؟ انا ما جيتلكش غير وانا واخده القرار. ماشي، هكلم البروديوسر بتاعته وانسق معاه وهخليها تكلمك. هما كده ولا كده كانوا قدامهم يومين بالكتير ويبتدوا البرنامج. خلاص اتفقنا. مش عايزه اي حاجه. اوكي، هكلمك وبلغك وصلت ليه. استنى تليفونك. شو مش عايزه اي حاجه؟ لا بس. طب خدي بالك من نفسك وربنا معاك. انت كمان. صباح الخير. صباح الخير يا جماعه. مش عارف انك وسخ وقذر للدرجه دي. انت اتجننت يالا ولا ايه؟ انا هوريك الجنان على اصوله. ايه يالا مالك؟ مالي؟ تطلع كلام على ايه واستاذ حمزه اللي اشرف وانضف منك يا قذر؟ وانت مال امك؟ مال امي؟ انتش عرفك اصلا اذا كانت بنفقه ولا لا؟ كل الكلام اللي انت قلته على الناس دي كده، الناس دي اشرف وانضف منك بكتير يا قذر يا حيوان. دلوقتي بقت اشرف. الله يرحم يالا لما كنت عايز تبوظ لنا البرنامج. نسيت يالا ولا ايه؟ اخلص. سيبوني يا فتحي، سيبوني. انت قذر. سيبه يا فتحي، هو ده الراجل الكذاب ده؟ مين انت؟ هو ده اللي بيتكلم على الاستاذه ايه؟ اوعى كده، هو المفروض ما تمشي سيرتها على لسانه. سيبه يا فتحي، سيبه. انا هعلمك الادب يا حبيبي، انا هعلمك الادب يا اخويا. زين انت ايه اللي بيحصل ده؟ انا فضائيه دي ولا مخور؟ وانتوا واقفين تتفرجوا عليهم؟ شاب فتحي وراح بك. اخشع انت، هو في ايه؟ اخشع اخشعوا مالكم. اول ما شفت اسمك على التليفون ما صدقتش. ايه قلت مش هتصل بيك تاني؟ انا كنت عارف انك هتتكلمي بس مش دلوقتي، يعني على الاقل اديتلك شهر كمان. يلا يا ستي مفيش مشكله. المهم قول لي انت عامل ايه والولاد وكل حاجه؟ انا كويس الحمد لله. وانت عايشه؟ طب ده خبر كويس جدا في حد ذاته. انا بقى يا ستي ابني كان في النادي امبارح سايق العجله جنب السلم وقع دش دماغه واخد غرزتين. يا حبيبي طب هو عامل ايه دلوقتي؟ زي الجن،
صمم يروح النادي تاني النهارده يركب العجله وكان ما خدش اي حاجه ولا كان في اي حاجه. معنس مش عايز تسالني عن حاجه؟ لا يعني اختفيتي ليه؟ رجعت تاني ليه؟ كده يعني هديل انتي مش محتاجة تقولي لي اي حاجة. انا محتاجك انك تكون جنبي الفترة دي كده يعني؟ مش فيزيك. هديل تعرفي انتي بتفكريني بابني، غاوية تسوقي العجلة تنزلي مع السلم تقعي تاخدي غرزتين في دماغك وبعد كده تقومي تقفي تاني. تخيل طلعت ما بعرفش اركب عجل. بسيط، اعلمك تسوقي عجل. اوكي. الواد ده جاي قدام الموظفين كلهم وضربني من غير ما اعمل حاجه يا شريف. ما تقولش واد، وانت عارف انت قلت ايه كويس. وانت مالك انت، انا قلت ايه؟ وشرفك اصلا ان انا اللي قلت. انت واطي وكذاب. فتحي احترم وجودي، لا مش مال عينك؟ لا سيبه يا شريف، وحياة امي لو اشتغلتها تاني ما ابقى راجل. انت مش راجل اصلا. فتحي قوم امشي، قوم روح. امشي يا شريف، بقول لك طلع كلام على ايه واستاذ حمزه ان هم مش تمام. انا ما يخصنيش هم تمام ولا مش تمام، انا يخصني شغلهم، وانت كمان المفروض يخصك شغلهم. فتحي اعتبر نفسك في اجازه مفتوحه لغايه ما ارجع للشؤون الاداريه واشوف هعمل معاك ايه. ايوه انت لازم تعرفي ان انا كنت في الاول غلطان، واستاذ حمزه يعرف الكلام ده كويس. انا عارفه، وحمزه ما قاليش اي حاجه، بس انا كنت عارفه ان انت راجل جدع. هو ايه اللي حصل جوه فتحي؟ هيفصلني. ايه؟ عادي يا ريس، انا متعود على كده. هات ولع. خليك هنا. ماشي يا باشا. خليك هنا يا زين. مساء الخير. مساء الخير حمزه بيه، ازيك؟ الحمد لله. طيب انت عايز مني حاجه تانية يا شريف؟ لا شكرا، انت هشام اتكل على الله. انا عايز منك حاجه. اقعد. حمزه بيه بعد اذن سعادتك، حياتك الشخصيه محدش ليه دعوه بيها خالص، وبعد اذنك انا مش عايز مشاكل. استاذ شريف، حياتي الشخصيه محدش يعرف عنها حاجه، لا انت ولا فتحي ولا ايه ولا أي كلب ممكن يعرفها، فما ينفعش حد يقول عليا كلام كذب ويتكلم عني وعن واحدة لو بيني وبينها أي حاجة كنت أنا أول واحد قلت لكم. لكن أنا وإني المجتمع بقى كده وبقى في ناس واطية، ولو سمحت اسمع. هقدم هنا بكره، بس الموضوع ده محدش يعرفه الا انا وانت وهشام عبد الحميد. هشام عبد الحميد؟ اه، هو اللي جاب لي العهد. ايه الجد ده؟ اخرس يا كلب. انا لما اكون قاعد انت تخرس خالص. اسمع دي كمان يا سيد شريف. ده هشام ده غول كبير قوي، بس واد جدع، واد جدع قوي. انا ممكن اكلمه لك، شوف لك موضوعك. انا معايا بس عايزه اتكلم معاك كلمتين، ممكن تهدى؟ سد ودانك يا زين، بتكلم كلام مهم. اقفل السيجاره اللي في ايدك، ممنوع التدخين هنا. بترميها في الارض، ليلتك سودة، ممنوع التدخين هنا، وده تصرف غير حضاري. اي انا كنت طبيعي اعمل كده. انك ترمي السيجاره في العرض؟ لا طبعا. امال ايه؟ انا اتفقت مع هشام
كنت ساعتها مزنوق في فلوس بس ما كنتش عارف انه وسخ كده. بص يا فتحي، انا الناس لما بتشوفني بالاول بتقول عليا هبله وطيبه وعلى نيتي، بس انا بفهم في الناس كويس قوي. اول ما رشحوك ليا كنت متاكده ان ولاك هيكون هشام، بس كمان كان عندي امل انك تتغير. انا ما كنتش متخيله بقى انك تتغير بالسرعه دي. ده كلام كبير قوي. مش مهم الكلام ده، المهم دلوقتي حمزه، لانه ما عرفش يتصرف مع شريف انا لازم اتدخل. طب ممكن اطلب منك حاجه؟ تحت امرك. ما تتدخليش ولا تخلصي الموضوع، انا همشي ان شاء الله الاقي شغل تاني. تمشي ايه بس يا ابني؟ انا محتاجاك معايا في الشغل. يا فتحي. فتحي دي مش بتاعتك، بتاعت عزيزه. سد ودانك، انا وعزيزه واحد. لا طبعا انت مش عزيزه واحد. قولي افتحي كده تاني. يا افتحي. لا عزيزه ارق. اكيد طبعا. استنى التليفون. حمزه. اي هاتي فتحي وتعالي، مستنيكم عند شريف. حاضر على طول. باي. يلا عشان استاذ حمزه عايزنا. انا مش عايز اروح. يلا بقى. براحتك يا شريف، والله لا تندموا. كل عيش يا حبيبي، كل عيش. سكتك خضرا يابا، ولا ادي لك واحده حاول تفتكرني؟ حاول تفتكرني. كل عيش يا حبيبي. يلا انت هتنح لي ولا اجي احلق لك؟ بس انت مش سهل ابدا يا حمزه بيه. معلم مش سهل. سيد شريف انا متعود ان اكون حذر من الناس، بس في ناس ما ينفعش ابقى حذر معاها. فتحي عموما انا اسف، انا عرفت كل حاجه من حمزه بيه وهشام خلاص مشي. حصل خير. اما ايه بقى، صدقيني الموضوع ده ما فكرتش فيه اذا كان حقيقي ولا لا من اصله، مش عايزه تفكري فيه اصلا. هي كانت تطول دي بتتمنى انه يبقى حصل. اتمنى ايه؟ مش عارفه اقول لك ايه بجد. بعدين هم ما لقوش غير استاذ حمزه عشان يقولوا ان انا ماشيه معاه. هلع الجزمه واضربك بيها. على فكره انا مش اي مره ممكن تخليني اتشدلها يعني، الا لو جوجو. انت مش قادر تنسى جوجو يا ريس؟ لا صحيح يا فتحي، انت نسيت تديني تليفونها. حاضر يا ريس، هبعته لك على الواتساب. بقول لكم يا جماعه، انا محتاج حد يمسك برامج القناه كلها. انا استاذ امسكها كويس كده. انا موافق. انتوا عايزين تقفلوا القناه امتى؟ عندك حق ما شاء الله. تعالى يا استاذ شريف، لما يبقى عندك ايه في القناه ما يبقاش انت محتاج تدور على اي حد من بره. ده طبعا لو فتحي معايا. نجيب اتنين ليمون؟ تحت عمرك يا ريت. بصوا يا جماعه، انا يهمني اكتر حاجه ان كل ده ما ياثرش على الشغل بتاعكم انتوا. ها وصلتوا لايه؟ انت ناوي تدور هوا امتى؟ بكره. بكره ايه؟ لا طبعا ما ينفعش. ليه؟ البرنامج معمول والديكور جاهز والدعايه كمان اتعملت، مش باقي غير اسم البرنامج بس. حلوه فكره بكره دي. يا سلام. انسى. ايوه كده الورق كله جاهز. خد المكان يجي وكله يبقى زبادي. زبادي. وحياتك بعد اسبوع. اتصل بالجمارك نشوف اذا كان وصل ولا لا. يلا بينا. هيكون وصل. صباح الخير يا بابا. صباح الخير يا هبة. هبة بنتي. هاي شركنا. اللهم صل على النبي. اختشي يا ولد. أنا مش عارف أقول لحضرتك إيه على حتة الجلاشة دي. ألف مبروك يا عروسة. سيف. اه عامل ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. انت رجعت فتحت الورشة تاني؟ اه نزلت تاني. وايه اخبار الموتوسيكل بتاعي؟ زي الفل، كل اللي فيه اتصلح، مش هتصدق رجع احسن من الاول. وتيل الفرامل بصراحة ما كانش عاجبني فغيرته. وحسابنا كام كده؟ منصور شوف حساب الاستاذ ايه؟ تحت امرك يا باشمهندس. انت رجعت الشغل تاني؟ من هنا ورايح هتلاقوني على طول. طب كويس، لحسن احنا اتمرمطنا في الورش التانية. انا تحت امركم.
انت بعت الموتوسيكل بتاعك لحماده؟ بعته لحماده. ليه كده؟ يعني كان في ظروف كده اضطريت ابيعه. يلا الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الو انت فين؟ الورشه. ايوه كده. ايه يا بنتي بس والله ما انت فاهمه حاجه. بص انا قررت ان انا هرجع ابات في الغواصه تاني من النهارده. خلاص كفايه كده، كفايه، انا مش هقدر استحمل اكتر من كده. انت عايز تعك ولا ايه؟ يا ستي لا عك ولا حاجه والله. انا لا نفسي اعمل حاجه ولا عايز اعمل حاجه. بص انا هشتغل وبس. خلاص يا سيف انا اللي فيها مكفيني والنبي كفايه المصايب اللي عندي. زي ما اتفقنا، انا قلت لك هتمشي من عندي على بيتك. بيت ايه بس يا انجي؟ هو فين البيت ده؟ طب هتعدي عليا امتى؟ عايز اتكلم معاك. تعملي ايه في ايه؟ في موضوع يا سيف. تلاقيتي حل؟ يعني ايوه. اوكي كويس. تتأخرش. قضية حمزة. ايه رأيكم في الاسم؟ قضية حمزة. اسم حلو. طبعا. وانت ايه رأيك يا رفقتي؟ احنا مش متفقين برضو؟ هاهاها. مش عارف، حاسه ان ممكن يكون في حاجه احسن من كده. نفكر شويه يا جماعه، نقترح حاجات جديده. فكروا. ادي اقتراح مش مهم. قضيه حمزه. ايه كمان؟ كل يوم قضيه معينه نتكلم فيها. شطارتنا بقى ان احنا نجيب السبب في القضيه دي او نصور اللي اتورط فيها. صور كده زي اللي زين صورها في موضوع ساره، فاكر يا زين؟ طبعا. انت مش ملاحظ ان انت ما بتقولش غير طبعا؟ ملاحظ طبعا. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا اهلا بنجمه البرنامج. اهلا بيك. ايه ما بقتيش تحن علينا ليه؟ يا لهوي، هو انا اقدر؟ ازيك يا ايه؟ انا زي الفل. انت ايه اخبارك؟ الحمد لله. وانت يا زين عامل ايه؟ فتحي اخبارك ايه؟ زي الفل يا زوز. انت عامل ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. هتطبخي لنا ايه النهارده؟ فضلة خيرك، طاجن باميه باللحمه الضاني، هتاكل ايديك وراها. متجوعناش. بقول لك ايه؟ انت محتاج زين في حاجه؟ لا خليه يغور. طيب هاكله بس عشان على طول واقع كده وعلى بطنه. يلا بينا. طبعا طبعا. بقول لك يا ابني. يا استاذ. هات لي شنطتي قبل ما تغور. يعني انا ايه يا ابني؟ انت وهو بقى ما تخشعوا بقى. الاستاذ مش فاضي، انتوا قاعدين تزعقوا عاملين لنا قلق هنا. الاستاذ عايز يركز. في ايه؟ مسيطر. ماشي يا استاذ. يلا بينا. الشنطه يا ابني. حاضر يا استاذ. اغسل ايدك واسنانك والنبي وانت راجع. يا جماعه انا جات لي فكره جامده جدا. شنطه حمزه. هات الشنطه يا زين. تعالوا اقول لكم يا جماعه، احنا في كل حلقه هيدخل الاستاذ حمزه جوه الديكور ويمشي وراه زين ماسك شنطه حمزه. هيحط له شنطه قدامه ويطلع زين. خلاص حمزه هيفتح الشنطه هيلاقي ملف. الملف ده فيه ايه؟ القضيه اللي هنتناقش فيها في كل حلقه. بالمعنى الاصح كده ربطنا موضوع البرنامج باسم البرنامج، واكيد طبعا كل الناس وكل المشاهدين هتبقى متشوقه تعرف ايه اللي جوه شنطه حمزه. ايه رايكم؟ فكره فجره. انا شايف الفكره دي حلوه قوي، وكمان ممكن نستغل زين بدل ما نخرجه نخليه واقف ورا استاذ حمزه البسيوني زي الراجل اللي واقف ورا عمر السليمان ويفضل واقف طول. اسكت يا فتحي. اوكي شنطه حمزه. ايه رايك بقى؟ قول مش عاجباك. وحشه والكلام اللي انت هتقوله وحشه. خلاص اخرصي شويه. خلاص مش حلو، نفكر في حاجه ثانيه. حاضر. حلوه جدا. لا بجد؟ عجبتك؟ للاسف حلوه جدا. واضح ان احنا من بعد ما اترفقنا بقيتي تاخدي افكاري وتفكري زيي بالظبط. لا حلو. شنطه حمزه. شنطه حمزه حلوة قوي. حلوة؟ للأسف. طب يلا يا فتحي قوم بقى اطلع الجرافيكس على طول. أنا هطلع لهم وخليهم يشتغلوا على الاسم وهعمل لك حاجة تحفة. بجد؟ يلا. يا رب يا رب. أيوة بس أنا مش جاهز بأول موضوع ولا أول حلقة، ادوني شوية وقت. أنت معتمد على آية، ما تخافش. ده اللي مخوفني. قول ورايا كده اسم برنامج إيه؟ شنطة حمزة. لا قول أهلا بيكم معايا، أنا حمزة البسيوني. في برنامج؟ انت هتمليني كمان. قول. اهلا بيكم معايا حمزه البسيوني في برنامج شنطه حمزه. يس.
اتفضل يا بيبي. ميرسي يا شو. عارفه انا قررت ارجع شغل. برافو. ثانية واحدة. الو فاكراني؟ فاكراكي طبعا. عامله ايه؟ ازاي ادهم؟ ادهم كويس. عمل العمليه؟ لا لسه بس خلاص. طب هو في حاجه حصلت له؟ لا انا عايزاكي في موضوع مهم جدا. ممكن نتقابل بكره؟ نتقابل في المكتب عندي. هو موضوع ملهوش دعوه بادهم. اكيد هبعت لك العنوان اس ام اس يناسبك الساعه 12 الظهر. اوكي تمام باي. وشك حلو عليا يا دكتور. بجد؟ جالي شغل. مبروك. شوفي بقالي كتير قد ايه قاعده في البيت. الحمد لله. نشكر ربنا. ازيكم؟ بوبا. اهلا اهلا. تعالي. هاي. هاي. قولي لي تشربي ايه قبل ما نقعد ونحكي على العريس؟ مش عايزه اشرب حاجه. ياه وانت مالك زعلانه كده ليه؟ ده انت عروسه يا بختك. ايوه يا بختي يا اختي. طب هو لطيف؟ لطيف جدا. انتي بتهرجي؟ طبعا بهرج بس اما ارجع لبابا بس. للدرجه دي؟ عارفه الناس اللي بيحطوا القميص جوه البنطلون والسلسله الجنزير الفضه وتوكه الحزام والخاتم في الصباع الصغير ده؟ ده غير الشعر المكوي عليه علبة شيل. عارفاهم دول. كل ده مش مهم. اتكلمتي معاه؟ اتكلمت معاه. ازيك يا عروسه؟ اخبارك ايه؟ هاتي نمر تليفونك. يا عروسه ونمر تليفونك؟ لا ده مش هاني خالص، ده اي حاجه تانية تفتح القصر يا ولا عباس ولا نيله، ده تاجر خرده في الشارع وبرضو ابقى بظلم الشارع. طب حاولي انت تغيري فيه يا بوب. ما انا رحت وبقول لو ما طلعش تمام قوي هتعامل معاه وظبطه، بس ده استحاله يتغير، ده كائن غريب كده لوحده. يا حرام. يا عيني يا بوبا حبيبتي. ده هو. طب عشان خاطري وحياتي نسمع صوته. طب هفتح السبيكر بس ما حدش يضحك. اوكي لا يا عيب ادب اهو. الو الو عروستنا. اهلا يا هاني. لا بصي قولي لي يا ابو كمال. وانت بقى اقول لك ايه؟ ايه رايك؟ بصي هقول لك هبوب. هبه ما تقولش حاجه. عايز ايه دلوقتي؟ انا عازمك على حسابي في مطعم تختاريه بقى في اي مكان، سهرا كان او دكان. ماشي يا هاني هكلمك بكره ونظبط. اوكي انا هنتظر مكالمتك بفارغ الصبر. ان شاء الله. ايه الثقافه دي؟ شكر يا بيبي. لا جامده قوي قوي دي. لا ما انا عارفه. طب قولي لي يا حياتي تشربي ايه يا بيبي؟ ينسون. لازم ينسون سفنجة مثلا، حاجة أقوى من كده بكتير. ليمون. يا حبيبتي يا هبة الحمد لله اني ضحكت. شكري يا روح ندلة. شكرا يا فتحي. على ايه؟ اني وصلتك لغاية البيت؟ على فكرة انا بعمل كده مع كل صحابي البنات. أنا مش بقولك شكراً عشان أنت وصلتني البيت بالعربية، أنا بقولك شكراً على اللي عملته معايا النهاردة في القناة يا حسام. اعتبر حسام. حلو حسام دي جديدة. بس على العموم يعني اللي أنا عملته ده اللي ما كان المفروض يتعمل. ومش عارف يعني شايف إنه ما ينفعش تشكريني على حاجة زي دي. مع إنك يا فتحي كنت في الأول جاسوس بس أنا عديت الموضوع خالص. ليه جاسوس؟ مش الموضوع خلص؟ الو انا انجي من طرف حسام طاهر. مش انتي الصحفيه؟ ايوه. هو حسام قال لك على الموضوع؟ لا هو ما قاليش بس قال ان انت هتفهميني كل حاجه لما تكلميني. بصي انا عندي موضوع قوي جدا متهيألي هيكسر الدنيا لو ابتديتي بالبرنامج. انا كنت كتبت مقاله كده في مجله بشتغل فيها عن فساد مرتضى، وهو ساومني بسيدي مصورني فيه انا وهو في السرير، هو كان جوزي. طب ممكن بس تقفلي وارجع اكلمك كمان خمس دقايق؟ اوكي. بقولك ايه يا فتحي؟ ايه؟
هكلم حمزه واقول له ان احنا هنطلع بكره بالبرنامج. ازاي؟ هو كده. حاضر. أنا شايفة إن الفيدباك اللي حضراتكم بعتوه أحسن بكتير من الأفكار اللي بعتوها للحملة. أيوة فعلا، بس إحنا عندنا ملاحظات عايزين نقولها لكم. يعني منها مثلاً إزاي في رمضان ما ينزلش غير الزبادي بس، برغم إننا عندنا منتجات كتير قوي في شركتنا ممكن نتكلم عنها. إحنا محتاجين أفكار عن الألبان، كامل الدسم، خالي الدسم، حاجات كده. وأنا مش عايز أنزل بالحملة خالص غير في رمضان، مش قبل كده، ده اللي في دماغي يعني. ويا ريت الإعلانات اللي في التلفزيون توضح أسعار المنتجات، لان انا ده مهم جدا بالنسبه لنا، وكمان ما شفتش الاسعار في الستوري بورد. احنا طبعا اكيد هنعمل كده. هو مين حضرتك؟ انا اروى مجدي، مدير تسويق الشركه. والبي مهدي، مدير المبيعات. والاستاذ حسين، ده شوقي بي، صاحب مصانع الالبان اللي احنا بنعمل الكامبين بتاعتها. يا حسين. طيب هو حضراتكم ايه بقى اللي جايبكم؟ لان انا بصراحه مش فاهم. لا حقيقي مش فاهم، حقيقي مش فاهم. يعني حضرتك مثلا بتاع التسويق، ايه اللي يفهمك اصلا في الافكار؟ نعم. ايه اللي يفهمك في الافكار وانت بتاع مبيعات؟ يعني انت مالك الاسعار تنزل ولا ما تنزلش؟ انا مش فاهم. طبعا هناك المحفظه لازم تبقى راشق في كل حاجه. ما هو الاساتذه اصلهم بيحلموا وبيلكوا لمجرد اللك. هو انتم مثلا عندكم لبن رايب ممكن انزل بيه في رمضان؟ خالص. البرودكتس بتاعتكم ما فيهاش غير الزبادي اللي ممكن انزل بيه في رمضان، مش اكتر من كده. يعني لما تيجوا تتكلموا وانتوا فاهمين، مش لك 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 وخلاص. احنا حسين. بنعمل اعلانات لو سمحتي، احنا بنعمل اعلانات واحنا مظبطين شغلنا كويس جدا، ما بنعملش اي حاجه وخلاص. حسين ما يصحش كده، احنا في ميتنج. تشرب حشيش في الاجتماع؟ ايه المشكله ان اشرب حشيش في الاجتماع؟ وانت مالك لما اشرب حشيش في الاجتماع؟ يعني ايه اللي حشرك في الموضوع؟ مش فاهم. مضرور في ايه؟ ما انت ممكن تكون بتشرب سيجار، هاجي اقول لك انت بتشرب سيجار ليه؟ ايه الشعب المتطفل ده؟ لا انت بتختاري موظفين كويس قوي على فكره، برافو عليك. مرحله ان هو بيقدمنا واحنا اللي بندفع الفلوس. شفت؟ قلت لك عشان المحفظه لازم تحشر نفسك في كل حاجه. روح اتعلم الشركات المالتي ميديا، اصحابها سايبينها ما لهمش دعوه بيها، مش جايين يقولوا انت هتشرب حشيش في الاجتماع، ايه الحاجه القرف دي؟ انت اخر واحده ممكن اتعامل معاها، وكالتكم دي اخر وكاله ممكن تعملي الاعلانات، وانت بالذات اخر واحد ممكن تكريت الاعلان بتاعي. انت اخرك تروح وكاله البلح. يلا 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 يلا. ايه الناس دي؟ ايه اللي انت جايباهم دول؟ مع السلامه. مع السلامه. ايه في ايه؟ انت جايبه شويه بقر يقعدوا معايا؟ بقر حسين. ايه في ايه؟ طيب انا قلت ايه غلط؟ الله، اوف، ام الدماغ اللي مش عايزه تتعامل دي. ايه ده؟ جنب حالة عندنا؟ محدش قال انك جيتي. هي عاملة ايه؟ في ايه؟ عموما انا تمام، تمام جدا. انت ايه الاخبار؟ تمام، مفيش جديد. باجي الشغل في مواعيد الصبح، بمشي اخر واحد في الشركة، شريف مطلع عيني بسبب غيابك وبشتغل مكانك كتير. يعني اللي حصل ده كتير، هقدم استقالتي والله. انا اسفة مصطفى، بجد اسفة. اسفة ايه؟ انت صدقت انا بهزر؟ انت ياما شلتيني يا جان. في ايه؟ جان ازيك؟ اهلا، ازيك؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. مبروك. الله يبارك فيك. ايه يا بنتي ما طولتيش؟ ايه الهاني مون القصير ده؟ قلت كفاية كده، عندنا شغل وعندنا حاجات. بس زي القمر، هو الجواز بيعمل كده؟ ما شاء الله. ميرسي قوي. طب عن اذنكم. تمام. ايه عاوزين حاجة؟ لا عاوزين ايه؟ انت عملت تمام. طيب يلا سلام. سلام. سلام.
عزمتهاش؟ أنا نسيتها تقريباً. هو مفيش حد قالها؟ لا، يعني أنتِ بقيتي زي القمر بعد الجواز، الجواز بيغير سخيفة جداً. قولي الشغل إيه أخباره؟ الشغل تمام مفيش، آه صح، في مؤتمر كده سفرية ثلاث أيام. مؤتمر كده للإنتر ماركتينج، كان المفروض شريف طالع وأنتِ وشريف طالعين، بس شريف اعتذر وأنا دبست مكانه. بس قشطة نطلع يعني كده ثلاث أيام سفر ديوز. يا اهلا يا اهلا. اهلا، ازيك يا جاني؟ ازيك؟ الحمد لله على السلامه. اخبارك؟ تمام. ايه اللي جابك؟ قطعت اجازتك ليه؟ كفايه كده بقى، نشتغل شويه. ده لما صدقت ان انا اطلع عين واحد صاحبنا. اهو شفت بقى نيتي ونيتك يا جان رجعت لك اهي. مش تصدقي في الفتره اللي انت كنت غايبه فيها كان مصطفى حاجه تانية خالص، وانا ليا اقتراح، تاخدي اجازه طويله قوي وهو يشتغل مكانك. طب ما ناخد اجازه وانتوا اشتغلوا انتوا الاثنين مكاني يا شريف. شريف. يا مستر شريف، يا اصل انا الفتره اللي فاتت يعني خدنا على بعض فنقعد ايه خلاص. خلصت ورقك؟ اه كله كل حاجتك تمام؟ كله بونا. بالمناسبه يا جان، المؤتمر ده كان المفروض تطلعي فيه وانا ما كنسلتش الحجز اللي فيه، وعايزك كده تفكري هما تلات ايام غير فيهم جو. هفكر. ارجوكي وبقولي عايزين حاجه؟ لا يا مستر شريف. باي باي. تعالي السفريه دي. قشطة. تغير جو. ممكن نتكلم بهدوء؟ مش عايز اتكلم اصلا، انت ما بتفهميش. ايه الاسلوب الزباله اللي بتكلمني بيه ده؟ انت هتستفاد ايه اصلا لما تعمل كده؟ وانت مال اهلك هستفيد ايه؟ مال اهلي؟ انت مجنونه ولا ايه؟ خليك محترم في اسلوبك معايا. خليني محترم، خليك انت محترمه. شايفني مختل عقليا ولا ايه؟ طب اشرب بس السيجاره دي كده واهدى. وبعدين مين الزفته اللي هم جايبينها لي دي؟ وش عرفني هتاكل معايا ولا مش هتاكل معايا؟ قال لي ياخد اجازه شهر عشان واحده عندها عقد ونقص تقعد تكتب فيها تقرير. مين حتة البتاعة دي اللي هتقعد تكتب فيها تقرير؟ أنا مش فاهم. إيه القرف ده؟ إيه ده؟ أنا مش متخيل بصراحة. إهدى بس كده وخلي أسلوبك كويس. يا ستي مش عايز أهدى، أنا عايز أبقى دمي فايل. طب براحتك يعني أعمل لك إيه؟ أوف. سارة إزيك يا حبيبتي؟ إزيك يا سارة؟ إزيك أنتِ؟ قولي لي خير؟ ابدا يا ستي. حسين احمد الكرييتيف دايركتور اللي شغال عندي في الشركه، عبقري جينيوس يا ساره. كل حملاتنا كلها من افكاره. جميل؟ لا مش جميل ولا حاجه، استني بس اما اكملك. عنده مشاكل في شخصيته، يعني تقدري تقولي مش مشاكل، كوارث. يعني عنيف مع الموظفين اللي معاه، همجي جدا، بيشتم اي حد حتى الكلاينتس. فانا طبعا ابتديت ما عدوش مع الكلاينتس عشان ما اخسرهمش. ده غير بقى انه كمان عنده مشاكل صعبه كتيره جدا جدا، عايزه رغي وتفاصيل. هو عندك بقاله قد ايه؟ بقاله سنتين. طب ومشيتيهوش ليه من ساعتها؟ لانه بيكسبني مبالغ مهوله كل شهر، وكمان زي ما قلت لك شاطر جدا. انا كنت الاول بستحمله في اي حاجه بيعملها، لدرجه اني كنت بشغل ناس وامشي ناس لانهم مش عارفين يتعاملوا معاه، برغم انهم كويسين جدا وهو مش كويس. يعني تقدري تقولي ان انا السبب في الحاله السيئه اللي وصل لها دي. هو ما كانش كده، ما كانش مغرور كده، معرفش دلوقتي بقت الايجو عاليه عنده جدا. طب وانا مطلوب مني ايه بالظبط؟ ولا حاجه يا ستي. انا قبل ما ادخلك اتكلمت معاه وقلت له ان انا جايبه له اخصائيه نفسيه، واديته شهر اجازه، وقلت له انه بناء على التقرير اللي انت هتقدميه يا يفضل في الشركه يا يمشي. طبعا انا اسفه يا ساره ان انا عملت كده من غير ما استاذنك، بس انا متاكده ان انت مش هيبقى عندك مانع. اللي مخليكي متاكده قوي؟ متاكده لان الشخصيه اللي تشوفني لاول مره وتقولي ان ابني ممكن يكون احسن من كده وان هي قادره انها تعالجه، اكيد مش هيبقى عندها مانع انها تدخل في تحدي. بس انت عارفه ان انا بعالج اطفال. صدقيني يا ساره تصرفات حسين دي زي تصرفات الاطفال. وبعدين انا قعدت مع شركائي واتفقنا ان احنا نديكي مبلغ كبير جدا لو نجحتي ان انت تغيري سلوكه. انت عارفه ان الحاجات دي ما بتفرقش معايا. انا عارفه يا ساره ان ما بتهمكيش الفلوس، بس اكيد يهمك النجاح. طب ولو قرر ان هو يروح ايجنسي تانيه مثلا؟ مستحيل، مفيش اي وكاله ممكن تقبله لانها عارفه عيوبه كويس جدا. ساره على فكره أنا مش عايزة من حسين حاجة، أنا كل اللي أنا بعمله ده عشان خاطره، بس هو للأسف مش قادر يفهم كده.
هو الصوت العالي اللي انا سمعته وانا داخله ده كان هو؟ ده حسين. انا اسفه طبعا، هو بيشرب حشيش وبيوقع على الارض، هو اصله همجي ومش نظيف. بس ايه ده؟ استني بس يا ساره، شوفي واحكمي على تصرفاته وكلامه. ده مصيبه. مين حته البتاعه دي اللي هتقعد تكتب فيها تقريرنا؟ مش فاهم. سوري يا ساره، سوري، انا اسفه. معلش ولا يهمك، خليها ترفد، الشغل كله يقف عندها. يا حسين هي بتعمل كده عشانك مش عشان خاطر الشغل. ليه هي يمي ولا ايه؟ شايفاني بشد في شعري؟ ايوه حسين، بصراحه اسلوبك اليومين دول. ايه ده ايه ده ايه ده؟ اسلوبك؟ هي حفظتك ولا ايه؟ اسلوبك قال. شوف انت خسرتنا كام عميل لغايه النهارده بسبب اسلوبك ده؟ وشوفي كسبتكم كام مليون بسبب افكاري دي؟ ها؟ حسين ده انت حتى الناس اللي شغاله معايا مشيت بسببك. انت بتتكلمي كده ليه؟ انت طلعت يا بنت ولا ايه؟ هو اصلا انا غلطانه اني بتكلم مع واحد يلا في 60 داهيه حيوان. ايه الاشكال دي؟ انت اللي حيوانه و60 حيوانه. ايه السفله اللي بيجيبوهم دول؟ دي مصايب والله، والله مصايب. والله نشرب 6 جوينتات اهو. معقول؟ سوري يا ساره. لا عن اذنك بقى يا ساره، انا معلش، انا اسفه، مش هينفع كده، ده مش بني ادم، ده حيوان. ثانيه واحده وراجع لك. حرق الدم بقى. ده مجنون خالص يا حرام. في ايه؟ بتزعق ليه؟ حتى الدكتورة اللي جايبها لك علشان تهذب أخلاقك عمال بتشتمها. بتشتمها ليه؟ الكلاينتس بتقعد تهزقهم ليه؟ عشان إيه؟ إنت بتعمل كل ده ليه؟ امشي اطلع بره يا حسين. نعم اطلع بره؟ هو أنت تعرفي تشغلي الشركة دي من غيري؟ ده أنا بكسبك ملايين كل شهر، أنا من غيري تقعدي في بيتك. ملايين إيه؟ والله لو بتكسبني ملايين والملايين دي مش هتجيلي غير من وش واحد زيك، انا مش عايزاها. انت في ايه يا اخي؟ محدش عاجبك؟ سافل وقليل الادب وما تربتش ومستحملاك. ليه كل ده ليه؟ انا مش عايزاك في شركتي. امشي اطلع بره يا حسين، بره، بدل ما اندهلك السكيورتي يرميك بره. بره انا خارج من الجنه. بره. ايه ده؟ ايه القرف ده؟ سوري يا ساره، انا اسفه جدا على كل اللي حصل. ولا يهمك، انت مالكيش ذنب خالص، ده هو اللي شخص غريب جدا. عموما لو احتاجتي اي حاجه انا موجوده. ميرسي يا ساره، متشكرة. اوكي، عن اذنك. ميرسي. تكرش لي يا عروسه، الاكل هنا فحيت على فكره، المطعم ده غالي جدا والله. انا مش عايزه اكل. على فكره تقدر تتكلم عن نفسك شويه بدل الاكل. والله العظيم انا كنت هعمل كده دلوقتي، انا كنت لسه هتكلم يعني، ما بظبط يعني. طب ابلع بالاول وبعدين كمل كلامك. انا هعمل كده. ماشي. الفيلا؟ فيلا؟ محدش طلب فيلا هنا. هو بيسالك عايز تاني؟ والله ما تقول كده ابن عمتي. صب يا باشا. تسلم عمو. انا بقول حاجه بقى يعني. هاني انت خريج ايه؟ انا اصلا يعني خريج الحياه بنفسجي، متربي في قفه وراضع من قدره فول يعني، وقله الادب والجلابيه دي تلاقيهم مش هيطلع رواد. مش فاهمه حاجه من كلامك. بص انا اصلا خريج تجاره، وبقى الحاج يعني نزلني في الشغل من زمان، اتمرمطت بقى وشفت شقه ودماغي اتكسرت في الرصيف. المهم بقى، انت بقى خريجة ايه؟ انا خريجة AUC. ايه ده؟ امال الحاج قال لي انت خريجة جامعة امريكية. ما الجامعة الامريكية هي نفسها AUC. اول مرة اعرفها والله. تخيل. بلاش بقى،
هاني، عايزه اسالك سؤال. انت شايف ان احنا الاثنين ننفع نكون لبعض؟ اه طبعا. ازاي؟ بصي، انا هاني وانت هبه، احنا الاثنين حرف واحد، حرف الهاء. توافق طبعا. عموم ولا فيلا؟ اه كل كل حاجة. والله الاكل هنا جامد جدا. اوكي. يا اخي حلو قوي ان الواحد يرجع بعد يوم طويل من الشغل ياخد شاور، يترمي على سريره ويسمع مزيكا، ينام وقت ما هو عايز. حاسه ان حياتي رجعت من تاني. تنامي دلوقتي؟ لسه بدري. ايه اللي بدري ده؟ انام، انا حره. عارف، انا قررت اصحى بكره بدري وهنزل اروح الجيم. ايوه كده. بقول لك ايه؟ طب ما انا ممكن اجي معاك الصبح بدري بعد ما اوصل الواد ابني المدرسه. ممكن. ما تتاخرش. ها؟ تصبحي على خير. وانت من خير. يا اشرف. اهلا يا حسين. ازيك، انت عامل ايه؟ بقول لك ايه، في مكان عندكم في الشركه؟ اصل انا سبت. ازاي بس يا ابني؟ ده انت ضارب علي صاحب الشركه. اروح اقول له الراجل اللي ضربك عايز يشتغل؟ مش المهم انه بيستفيد مني؟ ايه الوساخه دي؟ انا مش عارف الناس بتخلط الامور ببعضها ليه. اقفل اقفل يا اشرف، اقفل. ايه يا احمد، ازيك؟ ازيك يا حسين؟ تمام الحمد لله. عامل ايه؟ بقول لك ايه، انا سبت الشركه عندي، ينفع اجي عندكم؟ ما عنديش مكان يا معلم للاسف. انت عارف بقى بهير بيشتغل كويس ومش مقصر، الا بقى لو انت عايز تشتغل تحت ايده. انت مجنون يا احمد. اقفل إيه يا اقفل إيه يا احمد اقفل. يا جورج. ازيك يا سحس؟ تمام الحمد لله. بقول لك ايه، انا سبت الوكاله عندنا، ينفع اجي اشتغل عندكم؟ ما ينفعش تسيب يا معلم، كل السوق عارف بلاويك ومشاكلك، ما حدش هيشغلك يا حسين. على فكره انا حسين احمد يا جورج. والله العظيم كلهم عارفين انك جامد، بس بتاع مشاكل. هيجيبوا وجع الدماغ لنفسهم ليه؟ ايه اللي ليه؟ عشان انا عملت اقوى ثلاث حملات في مصر، عشان انا اللي بخلق موت الافيهات. في ايه يا جورج؟ ولو في غيرك عيال كتير صغيره لسه طالعين وبياخدوا اقل منك وما بيعملوش مشاكل. حسين كمل عندك وما تسيبش حد. السوق وحش، اسمع مني. دلوقتي كل واحد عارف نمرته، وزي ما فهمتكم قبل كده، كل نمرة لها عمل على المدفع. أول ما تسمع الندى طقم مدفع عد، كل واحد يقول. بقول لك، ما تقومي تروحي لأصحابك. لا انا مش عايزه، بعدين هم مشغولين كلهم. طب الشغل كان ايه النهارده، اخباره؟ عادي يا ماما، عادي. يا حبيبتي انا عايزاكي تسافري يومين تغيري جو. يا ريتك كنت كملتي الاجازه وكنت سافرت انا وانتي وبابا. انا كان عندي مؤتمر في الشغل، في سفر كده كام يوم، بس انا اعتذرت. ليه يا حبيبتي؟ كنت سافرتي غيرتي جو. ينفع تكلميهم تقولي لهم ان انتي هتروحي؟ طب المؤتمر ده امتى؟ بكره. انا هقوم احضر لك الشنطه. ماما بجد انا مش عايزه، مش عايزه. يا حبيبتي ليه؟ روحي غيري جو كده وشوفي ناس جديده، اخرجي من اللي انت فيه. انا هقوم احضر لك الشنطه. اهلا بيكم، وحشتوني. ازيكم؟ هات يا ابني الشنطه.
شكرا. اتفضل معليك. شنطة حمزة ده اسم برنامجنا الجديد. يا ترى شنطة حمزة فيها ايه؟ فيها قضايا، فيها ملفات، فيها بلاوي سودا، وفيها حاجات كويسة. شنطة حمزة النهاردة فيها سي دي مكتوب عليه انجي، ولكن بما ان بقى عندنا اعلانات قابلكم بعد الفاصل. بالتوفيق يا انجي، ربنا معاك. يلا يا جماعة، حد ياخد الأستاذة انجي يدخلها أربع دقايق وهنكون على الهواء. مش هكدب عليكي، أنا أول ما شفته قلت إزاي أنتوا مستحملينه ده؟ ده مش بس قليل الذوق في كلامه مع الناس، كمان عنيف معاهم جدا. أنا متأكدة إنه هيكلمك أو هيكلمني، لأنه محتاج الفلوس اللي بياخدها من عندنا. أشك، ولو إن بيني وبينك مش بعيد، هو أصلاً شخص مختل. هنستنى ونشوف. بالظبط. طيب خلاص، يبقى هنتكلم تاني. باي. في شنطة حمزة سي دي قصته هتحكوا لنا صاحبته. والحقيقة أنا اتشرفت بمعرفتها، لأني من فترة كنت عايز أتعرف عليها وأسمع أفكارها. إنجي السيد، الصحفية المميزة في مجلة الرجل، صاحبة المقالات اللي أنا شخصيا اتكلمت عنها في البرنامج. إزيك يا إنجي؟ إزيك يا أستاذ حمزة. حمزة بس، شيل الألقاب. أوكي حمزة. طيب السي دي ده فيه إيه؟ السي دي ده في طليق مصورني وانا معاه في اوضه النوم واحنا لسه متجوزين. مين جوزك؟ قصدي اللي كان جوزك. رجل اعمال مرتضى مراد. هو رفع النهارده السي دي على اليوتيوب. هو نزله بعد ما عملت تحقيق صحفي عن رجال الاعمال الفاسدين. هو تخيل ان انا كنت بتكلم عنه. بنت الكلب. مع ان انا ما كنتش كاتبه اسمك. لحظه بس. ممكن تدخلوا تقولوا لي كم واحد شاف الفيديو لغايه دلوقتي على اليوتيوب؟ انت كنت اتكلمت عنه؟ ايوه، لانه فاسد. هو قابلني بعد نزول المجله بكام يوم وهددني بالسي دي، وقال لي ان هو لو ما نزلتش تحقيق صحفي عن اهم انجازاته ونجاحاته هيرفع السي دي على اليوتيوب. وفعلا عمل كده. الشنطة اللي عند حضرتك فيها عقد الجواز وقسمة الطلاق، وطبعا التاريخ موجود على الفيديو. ما شالوش طبعا، لأن هو ما تخيلش إن هو يهددني بالسي دي ده بعد سنتين من الجواز. كويس أوي. طب إنجي معلش، ممكن أعرف أنت ليه قررت تيجي وتحكي لي رغم إني عارفة إن ده ممكن يضرك ويشهر بيكي خصوصا مع أصحاب النفوس المريضة؟ ديك أنت قلت أهو، عشان أصحاب النفوس المريضة. أنا جاية النهاردة بقى عشان دول. هو كده كده كان هيرفع السي دي على اليوتيوب، وهو عارفني من قوية وعمري ما كنت ضعيفة. على فكرة عايزة أقول لك حاجة، أنت ما كنتش هتعرف إن أنا اللي موجودة في السي دي، لأن هو طامس الوش منه. أنا جاية بقى النهاردة أقول إن أنا اللي موجودة في السي دي، وإن اللي معايا هو مرتضى مراد. جوزك؟ لا، طليق. أنا بس عايزة كل واحد يراعي ضميره وهو بيتفرج على الفيديو ده. أولاً أنا ما كنتش أعرف إن أنا بتصور. ثانياً ده كان جوزي. ثالثاً أي حد بيشوف الفيديو ده يعتبر إن أنا أخته، أمه، مراته، أي حاجة. إنجي الناس كده كده هتتفرج على الفيديو. لأن مفيش ضمير، في هوس جنسي. تلاقي نسبة الدقون عالي قوي، والمحاجبات قد كده، والوساخة أكتر منهم. الراجل من دول يتوضى وينزل صلاة الجمعة، ده لأنه حريص إنه يصلي الجمعة فقط. بس مفيش مانع إن بعد ما يصلي الجمعة حرما جمعا. شفت مين اتطلقت؟ مين اتجوزت؟ مين ما بتخلفش؟ حاجة بقت هباب. للأسف إحنا بقينا شعب بيكيفنا النميمة، كيفنا أكتر الشتيمة والدخول في حياة الناس الشخصية، وده طبعاً مع الجهل الشديد الثقافي والديني يخلينا مجتمع غايز في الوساخة والنفاق.
ايه اللي يخليك تتفرج على واحده متجوزه ونايمه مع جوزها؟ طيب ايه اللي يخليك عايز تكمل فرجه برضو؟ مش هسامح اي حد يتفرج على الفيديو ده، وبقول لكل واحد هيتفرج على الفيديو ده، لو انا مش محترمه قدامك فانا محترمه قدام نفسي، وعندي مبدا ربنا اكيد عالم بالنيات يعني. ونعم بالله. انجي انا عايز اقول لك انهم بلغوني دلوقتي ان الفيديو من اول الحلقه لغايه وقتنا هذا اتشاف مليون مره، بس الخبر كويس اني كلمت قبل الحلقه كام واحد كده من العيال اللي تحس انهم بهايم، بس هم عيال عبقره دلوقتي بلغوني ان الفيديو اتشال حالا. انجي في يوم المنتج الفني بتاع المحطه هنا طلع عليا اشاعه ان انا على علاقه مع البروديوسر بتاعت البرنامج ده. عارفة يا إنجي البرنامج اللي فات نجح، ولأن البنت دي شاطرة وأحسن منه هو عمل كده. الناس هنا كان نفسها تصدق علينا أي حاجة وحشة، للأسف الإشاعة انتشرت، بس أنا عملت زيك كده، مسكتش وقفت وقلت كل اللي أنا عايزه. البنت دي قد بنتي، عيب قوي طلع عليا أشعة قذرة كده. وبعدين مين دي؟ ما لقيتوش غير دي، يعني حاجة زبالة قوي. يا ابن الذين يا واطي، ماشي يا حمزة، مش مستوى. أنا بهزر طبعا. أنت عايزة تقولي حاجة تاني؟ أنا من برنامجك هنا بقدم بلاغ للنائب العام إن مرتضى مراد حاول يهتك عرضي بشهر بسمعتي. ودي جناية. السيد النائب العام. هذه جناية. أوكي، أنا كلمت والدة أدى. نتقابل بكرة الصبح الساعة 12 الظهر. الصبح 12 الظهر. والله العظيم ضايع. مختل. أنا عايز أقول لك يا إنجي إن دموعك دي دموع قوة مش دموع ضعف. أنا عادة بسلم على كل الناس، بس أنا النهاردة بسلم على المحترمين والمحترمين فقط. وأي واحد وسخ سواء راجل أو ست بقول لهم اتقوا الله، وبقول للمحترمين فقط أشوفكم الحلقة الجاية. تصبحوا على خير. مبروك. عجبتك؟ قوي. انا زباله قوي كده يا ابن اللذينه. صدقيني يا حبيبتي انا حاولت كتير ما لقيتش الطف من كده. لا مبروك، عامل شغل هايل. مبروك. انا صدقت ان الصوت على فكره. ايه ده؟ ايه الزريبه اللي انت عايش فيها دي؟ وبعدين انا مش فاهمه، هو مش كان في ما بيننا ميعاد؟ ميعاد ايه؟ ما ينفعش تشرب حشيش واحنا بنشتغل على فكره. شغل ايه ده؟ شغل ايه؟ ايوه اللي احنا بنعمله ده اسمه شغل، انا مش جاي اهزر. ايه ده؟ ايه القرف ده؟ انت اتجننت؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ مش في ناس قاعده؟ اعمل ايه يعني؟ مش فاهم. تخش الحمام. مش عايز اعمل حمام، اخش الحمام ليه؟ ومحدش علمك كده خالص؟ على فكرة الأجانب بيعملوا كده عادي، انتوا بس اللي متخلفين وجهلة ومش فاهمين حاجة. ايه مش حاجة طبيعية؟ أولاً الأجانب ما بيعملوش كده، الصينيين هم اللي بيعملوا كده، وأنت مش صيني. مش عارفك، شفتي بقى إنك غبية؟ أي اتنين متجوزين على فكرة بيعملوا كده قدام بعض عادي. يا ربي. لا 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 ده كتير. على فكرة وشك نحس، عمرها ما جلد. إيه القرف ده؟
انا مش مراتك، وبعدين انا قلت ما ينفعش تشرب حشيش واحنا بنشتغل، ما ينفعش، ده ما ينفعش. انت مجنونه ولا ايه؟ انا ما ينفعش حد يتكلم معايا كده اصلا. بقولك ايه، انا غلطانه اصلا ان انا رضيت ان انا اشتغل مع واحد مش بس مريض كمان مش متربي. عن اذنك. يلا 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 يا متربيه، يلا غرف ده، يلا. ايه ده نطت علينا؟ بقولك ايه يا انجي، هم عملوا له محضر ضبط واحضار؟ وكيل النيابه قال لي ان هو هيقبض عليه النهارده. بصي انت طول عمرك كده، في الاول يبان افكارك مستحيله بس كل مره بتطلعي صح. دي شهادة أعتز بيها يا أستاذ سيف جدا بصراحة. لا والله يا إنجي أنت ست جدع بجد. طبعا، بس ما تنكريش كمان إن حسام راجل جدع قوي. بصراحة شكرته على عمله امبارح. شوف شوف أوي أوي. على فكرة أنا سامعة نام وهاجي أضربكم. لا ولا حاجة ولا أي حاجة، مش أي حاجة خالص. طب عايزين نشتغل بقى. طبعا يلا بينا. طيب طالما هتشتغلوا أنا هزق بقى. طب هتروح فين؟ هروح أشتغل أنا كمان، بعد كده هقابل محسن بعد شوية. مش عارفة ليه قلقانة منك. لا والله ما تقلقيش، دي مقابلة بريئة جدا بجد. يلا شوفي. طب هستناك. أكيد. باي باي. خلينا وصلت. ايه المواعيدي؟ انتي فين؟ لسه نايمة؟ لا لا لا، جاية على طول. مال صوتي؟ مفيش، أول مرة أصحى رايقة، كتير عليا. طب ما تتأخريش يا ست رايقة. مش هتأخر، معي. يا ابني انت بتدوس كده ليه؟ يمكن يردوا كده يا استاذ. وانت لما تدوس كده هيرد؟ ما تزهقنيش يا زين. اهو تليفون برن اهو. طب يلا رد. الو الو. قفلت ليه؟ واحده ست ردت عليا. يا دل يا ابني احنا عاملين جريمه؟ ما يمكن امه ولا اخته ولا اي حد. ايوه بس فتحي ما عندوش اخوات. ما يمكن اي حد يا ابني. صباح الخير. ايه مالكوا فيها؟ فتحي التليفون مقفول من الصبح، وفي القناه بيقولوا انه مش جاي عنده ظرف. هات هات التليفون انا هطلب. هات يا اخي. خلي بالك لو الست دي ردت عليك اقفل. ليه يعني؟ مش ممكن تكون مامته؟ وبعدين انتوا هتقلقوني ليه يا جماعه؟ دوس كويس يا استاذ على الصغير. الو؟ صباح الخير يا هانم. فتحي موجود؟ معقوله؟ لا الف سلامه يا فندم. انا حمزه البسيوني. اهلا بيكي. طيب تسمحي لي اجي ازوره؟ طيب ممكن اخد العنوان؟ لا انا مفيش تعب ولا حاجه. فين؟ في الزمالك. الزمالك. طيب متشكر جدا، خلاص تحياتي. الست دي مش امه، ده كمين. ليه يعني يا زين؟ فتحي اصلا من شبرا. ممكن تخرس خالص. تعبان جدا وحررته عليها. انا لازم اشوفه، هروح له وانا